حبايبي تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا زي ما اتعودنا في كل حصه اول حاجه بنبتدي بيها الكويز، بنحل الكويز مع بعض، تمام؟ بعد كده بنبتدي نشوف اسئله الهومورك اللي كانت واقفه مع ناس، في ناس بعتوها لي، وبعد كده يا معلم ايه؟ بنبتدي درس جديد مع بعض، تمام؟ طيب النهارده ان شاء الله درس جديد، بس اوعدك ان انا مش هديك اي حاجه جديده. اخر حاجه قلتها في الحصه اللي فاتت هي دي يعتبر اللي هنكمل بيها المره دي، وهي دي اللي يعتبر هنحل بيها، ولا هديك قانون جديد مع ان المفروض الشابتر ده او الجزء ده فيه قوانين جديده، ولا هديك اي قانون جديد، ولا خليك تحفظ اي قوانين تاني. كل اللي هنعمله ان احنا هنراجع اللي فات تاني، هنفهم منه كل حاجه خدناها النهارده، تمام كده، او هناخدها النهارده. يلا يا معلم نحل مع بعض كويس 3. كويس 3 المره دي لو هتاخد بالك ان انا كل شويه ببتدي ارخم عليك في الكوزات، ببتدي احط شويه تركات في الكوزات، فبعد اذن حضرتك ركز معايا، خليك فاهم ايه اللي بيحصل، اعمل حسابك ان من هنا لحد امتحان الشهر هنقعد نعلى معاك بالليفل واحده واحده واحده. انا مش هممني الدرجه على قد ما هممني ان انت تتعلم من الكويس، يعني انا ما عنديش اي مانع تجيب زيرو من الكويس مش مشكله، بس ايه؟ تتعلم منه، او تفهم هو انا غلطت في ايه، طب اللي انا غلطت فيه ده اغلط فيه تاني ولا لا. لو انت يا عمي ظبطت دي انا ساتسفاي بيك، لو انت ما ظبطتش دي اعرف ان كده لسه في مشكله، تمام؟ يلا يا معلم تعالى كده نحل مع بعض. اول سؤال بيقول لك فايند ذا كوريكت انسر تشوز، يعني ماشي. بيقول لك ذا ايكوفالنت يونت اوف امبير. مستر هو يعني ايه كلمه ايكوفالنت يونت؟ يعني يونت، يعني يونت مكافاه للامبير. طيب بعد اذن حضرتك تلاقي اي حاجه بيقول لك عايز ايكوفالنت يونت اطلع اجري اكتب القانون. طيب مستر في في ار صح؟ اتقل يا مغفل، هو في هو الاي في ار، مش معنى ده ان اي ايكوال في في ار، تمام؟ طب اعمل ايه؟ واحده واحده كده يا جماعه، مش الامبير ده اللي هو الاي؟ ايوه. تعالى مستر نكتب قانون الاي. ايه قانون الاي؟ ايكوال كيو على التي ايكوال في على مين؟ في على الار. يعني انا مستر الاي عندي كام حاجه؟ عندي حاجتين، يا اما كيو على تي يا اما في على ار. طيب تعالى نشوف الاولانيه، هل كيو على تي هي كيو دوت سكند؟ غلط، ده دي لو بار نيجاتيف 1 هقول لك صح، بس دي كده غلط. طيب هنا هل يا مستر الاي في 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 ار ولا في على ار؟ في على ار، عشان ناس كتير اختارت دي في الكويز ودي برضو غلط، تمام؟ هي لو في دوت ار بار نيجاتيف 1 دي برضو تبقى صح. طيب هل هو شوت دوت سكند؟ لا لا انا ما خدتهاش. ولا هو كولوم على السكند؟ هو يا عم كولوم على السكند، يبقى نختار اول حاجه كولوم على مين؟ نختار اول حاجه كولوم على السكند. مسرك كده؟ طيب يبقى دي كده اول سؤال، كولم على السكند، جميل. اللي بعده مش هقرا. ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ ما تقرا السؤال، اتقل. ده مستر في مين هنا؟ في جراف، وتعودنا في الجراف بقرا السؤال. لا الاول بس تعالى ايه، بدل ما اقرا السؤال اخاف اتوتر احس ان في حاجه غلط، يا عم فكك خالص ما تقراش السؤال، تعالى الاول بس كده نشوف لو عندي جراف بعمل ايه. فاكر المستر قال لنا النظام يمنع الغلط، لو دماغك متنظمه دايما عمرك ما هتغلط، امال هتعمل ايه؟ هنا يا معلم في الجراف دايما بكتب قانون اللي فوق اللي يربط بينه وبين اللي تحت. قانون يربط الار بالاريا، ايه هو؟ ار يا مستر ايكوال رو ال على الاريا، صح ولا غلط؟ جميل جدا. تاني حاجه بعمل السلوب، اول حاجه قانون، تاني حاجه سلوب. طيب مستر ايه هو السلوب؟ دايما اللي فوق على اللي تحت، يعني ار على واحد على الاريا. طب مستر اوفر اوفر بتطلع لفوق، يعني هي هي ار دوت مين؟ ار دوت اريا. بقول لك ايه، فكك شيل كده الار والاريا من القانون، هيبقى مين؟ رو في ال. يعني انت يا مستر قصدك تقول لي لو جبت السلوب كانك جبت مين؟ دي اخر حاجه اللي هي سلوب مين؟ سلوب مينز اللي هو مين؟ رو تايمز ال، صح ولا غلط؟ تمام. انا كده بدل ما عملت السلوب او اللو والسلوب والسلوب مينز، بعد كده يا معلم ابتدي بقى اشوف هو طالب ايه. تعالى بقى نقرا السؤال، بيقول لك وير هاز لينث 2 متر مع ال، الحمد لله اهي باتنين، حلو. فايند اتس ريسستيفيتي، يا ابن اللذينه ده عايز الرو، صح ولا غلط؟ طيب مستر اعرف اجيب الاسلوب ولا لا؟ المستر قال لنا الاسلوب بيجاب من طريقتين، يا اما يديك الوايات والاكسات البوينت اللي هنا، يا اما يديك مين؟ يا اما يديك السيتا. طب هنا مستر مديني الاكس والواي ولا مديني السيتا؟ مديني السيتا، فممكن على طول اقول لك الاسلوب ده ايكوال مين؟ تان سيتا، يعني تان 40 مين؟ تان 45. طب ما مستر تان 45 ب1 صح؟ وانا عايز الرو، يبقى ودي ال 2 دي بالديفايدد او شيفت سولف كالكوليتور ما تشغلش مخك. قول له اكس تايمز 2 ايكوال 1045، شيفت سولف ايكوال، هتلاقي يا عم الروب كام؟ هتلاقي الروب هاف. تمام كده؟ فهمت كده يا معلم الستبس؟ شفت انا بحل ازاي؟ ما بنجمش، ما بعملش اي حاجه، ما بقعدش اقرا السؤال يخوفني، بقول لك مش في جراف؟ الجراف المستر قال لنا ستبس وبعد كده ان شاء الله يحل 1000 حلال. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ تعالى يا معلم نخش على اللي بعده. يلا يا مستر. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لك تو وايرز اوف ديفرنت ماتيريال، يا ابن اللذينه يا مستر. يعني انت طول عمرك لما بتيجي تحل بتحل سيم ماتيريال. المره دي قلت ارخم عليك شويه في الكويز، اقول لك اوف مين؟ اوف ديفرنت ماتيريال. يعني من الاخر ايه اللي بستفاده؟ ان رو 1 نوت ايكوال رو 2. ماشي يا مستر.
لينس اوف فيرست. اه يا ابن اللذين ده كمان مديني ريشيو. قال لك لينس اوف فيرست صح از دبل ذات اوف سكند، يعني ال1 ايكوال 2 ال2 ماشي، اند الراديوس اوف سكند تريبل ذات اوف فيرست، اه وار2 ايكوال 3 ار1 ماشي، اند ريزيستنس اوف فيرست از دبل ذات اوف سكند. يا نهار ابيض، وار1 ده خلي بالك ده ريزيستنس بقى ايكوال 2 ار2. طيب هو عايز مين بقى؟ عايز الريشيو بتوين ريزيستيفيتي اوف فيرست واير تو مين تو سكند واير. يعني هو اصلا طالب مين؟ هو طالب مستر رو 1 على رو مين على رو 2. اجيبها منين دي؟ طيب اقول لك حاجه، السؤال ده يا معلم انت ممكن تحله بثلاث طرق مش طريقه واحده، تمام؟ هعلمك طريقه واثنين وثلاثه وبراحتك، جميل. طيب السؤال هنا بيقول ايه؟ بيقول لي يا عم انا عايز رو 1 على رو 2، خلاص جيبها من الريشيو، صح ولا غلط؟ طيب هجيبها من اول طريقه. ممكن واحد يشتغل بالجيفن، مش هو مستر قال لي ار1 ايكوال 2 ار2؟ ايوه صح، تمام كده ماشي. طيب ما مستر قانون الار رو اللي على الاريا، يبقى رو 1 ال1 على اريا 1. طب خلي بالك بقى هنا مستر مدين الاريا ولا الريديوس؟ الريديوس. فالمستر قال لنا في الريشيو ممكن نشيل الاريا نحط مكانها الريديوس سكوير، صح؟ اه يبقى رو 1 ال1 على ريديوس 1 سكوير ايكوال 2 زي ما هي، وار2 فكها رو 2 ال2 على ريديوس 2 سكوير. حد عنده مشكله في كده؟ لا، تعالى مستر نكمل. طيب هو بعد كده ايه اتفقنا اللي موجود هنعوض بيه؟ بيقول لك ال1 ب2 ال2، يبقى نشيل ال1 نحط 2 ونشطب ال2، صح كده ولا لا؟ ماشي. الراديوس 2 ب3، فين راديوس 2؟ اهو 3. بس خلي بالك يا مستر ده راديوس سكوير، يبقى نشيلها نحط 3 باور 2 ونشيل مين؟ الراديوس 1، صح كده ولا لا؟ خلاص كل يا مستر معانا ما عدا مين؟ ما عدا ال1 والرو 2. فهو رو 1 زي ما هو على رو 2 بالديفايدد اهو، صح؟ يبقى رو 1 على رو 2، صح ولا غلط؟ ايكوال. اولا يا مستر 2 دي طرت مع 2 دي، اتفقنا الميزان ده كفتين، صح؟ ممكن اشيل برتقانه من هنا واشيل برتقانه من هنا، يبقى عادي. شلت ال2 دي مع ال2 دي، اتبقى مين؟ 1 على 3 سكوير. 1 على مين؟ 3 سكوير. يعني 1 على كام؟ 1 على 9، نختار 1 على 9. وصلت؟ دي طريقه. فيها مستر طريقه ثانيه؟ اه، وفي عم طريقه ثالثه. ايه الطريقه الثانيه؟ الواحد يقول لي بقول لك يا مستر مش قانون، مش هو عايز الريشيو بتوين الرو؟ ايوه صح. طيب مستر مش الار ايكوال رو ال على الاريا؟ جميل. ف يبقى الرو ار في الاريا على ال، اهو الار مع الاريا نوديها بالتايمز والال نرجعها بالديفايدد. اه يا مستر، يبقى الرو ار دوت اريا على ال، صح كده ولا لا؟ جميل. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ مش يا مستر كده لو عايز اجيب رو 1 على رو 2، اهو مش هو ده اللي طالبه؟ رو 1 على رو مين؟ 2 ايكوال الار بتاعتي الاريا بتاعتي، بس ال مش بتاعتي اهو من القانون. اه يبقى رو 1 ار 1 اريا 1 بس ال 2، حلو جدا. طيب رو 2 الار معايا ار 2 اريا 2 بس ال 1، قشطه. يلا عم نعوض، هو قال لي ار 1 ب 2 ار 2، يبقى نشيل ار 1 نحط 2 ونشطب ار 2، صح؟ قال لي ال 1 ب 2، اه نشيل ال 1 نحط 2 ونشطب ال 2. قال لك الاريا، ما مستر الاريا بتتعامل الراديوس سكوير، ما قال لي راديوس 2 3 راديوس 1، يبقى نشيل اريا 2 ونحط 3 سكوير ونشيل ايه؟ اريا 1، صح كده؟ هيتبقى كام يا معلم؟ 2 على 3 باور 2 تايمز 2، ال 2 دي هتطير مع ال 2 دي، يبقى 1 على مين؟ 3 سكوير، اللي هي كام يا عمي؟ 1 على 9. تاني اجابه. اقول لك طريقه ثالثه يا عم اللي احنا متعودين عليها خالص، ار 1 اوفر ار 2 اهو. اه عارف، بس خلي بالك هنا مستر الرو معايا صح؟ يبقى الرو معايا، ال معايا بس الاريا مش معايا، ار 2 رو 2 ال 2 بس اريا اريا 1، صح كده؟ يلا يا مستر نعوض، ار 1 ب 2 ار 2، نشيل ار 1 نحط 2 ونشطب ار 2، صح؟ ال 1 ب 2، نشيل ال 1 نحط كام؟ 2 ونشيل مين؟ ال 2. اريا الراديوس 3، يبقى نشيل اريا 2 نحط 3 سكوير ونشطب اريا 1، صح؟ طيب بعد كده برضو ما تشغلش مخك، مش انت في الامتحان طالب رو 1 على رو 2؟ يعني هي الحته دي كده كاني دي الانون، كاني هي دي الاكس، فتروح عامل الكالكوليتر 2 ايكوال 2 ايكوال الرو 1 على رو 2 دي اللي هي الاكس اللي انت محتاجها تايمز 2 تايمز 3 باور 2. حلو كده يا معلم، شيفت سولف كالكوليتر من غير طبعا ما تفكر، اوعى تشغل مخك خالص في الماس اياك، تمام؟ هتلاقي يا عم الاكس بكام، او اللي هو الرو 1 على رو 2 بكام؟ برضه 1 على 3 سكوير، يعني 1 على كام؟ 1 على 9. بص يا عم كام طريقه، عيش براحتك. الفيزيكس هو عباره عن ايه؟ تبقى انت بس فاهم الكونسبت، فاهم بتشتغل ازاي، وتعيش يا عم باللي انت عايزه، تمام كده يا معلم؟ طيب ده كده يا باشا. تاني سؤال لو عايز اعمله بعد وقف الفيديو وبعد كده صور. السؤال ده رايق، بيقول لك ايه؟
The opposite diagram show cross section area of conductor. صح؟ جميل. قال لك ايه؟ ماشي فيه كهرباء. So which of the following is correct؟ طيب واحد ممكن هو بيحل السؤال ده يعمل ايه؟ يقول لي بس بقول لك يا مستر انا حافظ كويس جدا وفاهم اللي انت قلت لي قبل كده ان دايما الاريا عكس مين؟ دايما الاريا عكس الريزيستنس. صح؟ شاطر. احنا خدنا يا عمي من اول حصه ان الار دايركتلي مع الال وانفرسلي مع الاريا. يعني اللي عنده اريا عالي عنده ريزيستنس قليل، واللي عنده اريا قليله عنده ريزيستنس عالي. صح؟ فهتقول لي بس يا مستر الاكس دي اعلى اريا، بعد كده الواي، بعد كده الزي. صح؟ تمام كده. اه يبقى مستر سنس ان اكس اعلى اريا يبقى اقل ار، ودي بين بنين، وسنس ان الاريا بتاعت زد قليله فاعلى ار. صح؟ طيب والمستر قال لنا دايما الاي عكس الار، فاللي عنده اريا كبيره عنده ار قليل فعنده اي كبيره. اه يا مستر يبقى ده اكبر من ده اكبر من ده. صح كده ولا لا؟ يبقى المفروض نختار اي اكس اكبر من واي اكبر من زد. هناخد زيرو. ايه يا عم التخلف ده؟ هنا بقى حد فاكر من الحصه اللي فاتت قلت لك وانت ماشي بالكهرباء ايدي اتشالت ولا لا؟ لا لا لا. يبقى الثلاثه دول مالهم؟ سيريس. صح ولا غلط؟ وسنس ان في السيريس الاي ماله بقى ده بامانه دائما الاي كونستانت. يا راجل اه بامان الاي كونستانت اهو يا عم. يلا عندي ريزيستنس، الثاني الثالث، الاولاني ب 2 اوم، الثاني ب 1000 اوم، الثالث ب 50000 اوم. يعني يلا في الاخر لو قلت لك هنا في كهرباء ماشيه هنا ب 1 امبير هتكمل هنا 1 امبير، هتكمل هنا بمين؟ 1 امبير. صح ولا غلط؟ اه. يبقى حتى لو هنا ريزيستنس اتغير دائما بيفضل الاي ماله؟ دائما بيفضل الاي كونستانت. وصلت كده؟ يبقى دي برده تركه في ناس كتيره بتحلها بدي، وبرده بياخد ايه؟ بياخد زيرو. ليه يا عمي؟ اتفقنا هنا امتى هنقول الاجابه دي؟ في السؤال ده كده لو عمل لك كده تمام؟ في الحاله دي كده لو عمل لك سؤال كده اهو اهو اهو، وده برده كان موجود في الهوم ورك. قال لك عندي سلكين بالشكل ده صح ولا غلط؟ اه. واحد قال لي يا عم الشكل ده الاريا عنده كبيره فالريزيستنس قليل، اما ده اريا قليله فالريزيستنس كبيره. وسنس يا مستر الكهرباء اللي ماشيه هنا اهي هتتقسم فوق وتحت، هل يا مستر هتتقسم بالتساوي؟ لا يا عمي، اللي عنده ريزيستنس قليل ياخد اي كبيره، واللي عنده ريزيستنس عالي ياخد اي قليله، فالكهرباء تتقسم فوق اكتر من اللي تحت. وصلت؟ ليه؟ ده عشان كان سؤال برل، اما هنا دول مالهم سيريس، فاوعى تفكر في اللي انا لسه بقوله لك ده دلوقتي حالا. تمام كده؟ يلا يا معلم اللي بعده. دي اسئله من اللي بتيجي في الامتحان، سؤال زي ده مهم جدا، تمام؟ يقول لك ايه؟ عندي يا عم ثلاثه ريزيستنس اسمهم ار. حلو. مستر اقول لك من الاخر، دايما لما يقول لك مين اكبر مين اقل مين الكلام ده، دايما اوعى تشتغل بالانون، امال اشتغل برقم. يعني يا عم عوض الار دي ب 1 وحل بيها، تمام كده؟ يلا. بيقول لك ايه؟ Which of the following figure has a resistance between point XY is a minimum value. Between XY is a ايه؟ is a minimum value. طيب واحدة واحدة كده بس. أولا دول سيريس ولا برل؟ سيريس. صح؟ فهو عرفت منين؟ أولا خلي بالك هو شرط إن هو بين XY، فهو كأني حاطط بطارية بين XY أهو. صح ولا غلط؟ أهو يلا. هيمشي من هنا وهنا وهنا. يبقى عدى على R وR وR، واحد واحد واحد، يبقى كأنها 3 أو. اتفقنا بنعوض برقم عشان نسأل على نفسنا. طيب. هنا بقى لو حاطط بطارية بين XY. هنا بقى حد ليه علاقه بالاثنين دول؟ لا. ليه؟ هما مستر السيركت دي كامله ولا مش كامله؟ مش كامله. فدي اوبن سيركت، فحرفيا دول مالهم؟ ملغيين. فلو في كهرباء مستر هتمشي البطاريه هتمشي كده اهي يا ابن اللذينه، يعني هعدي على مين؟ ار بس، يبقى دي 1 اوم. صح ولا غلط؟ اللي بعده هنا بقى مستر لو حطينا بطاريه هنا اهو يلا ايه اللي بيحصل؟ مستر الكهرباء بتمشي البطاريه وقفت في النقطه دي، لقت كام طريق؟ طريقين، طريق كده وطريق كده. صح؟ يبقى الواحد والواحد اتنين مع الواحد برل مع بعض، يبقى اتنين تايمز واحد على اتنين بلس واحد تطلع كام؟ اتنين على التلاتة. وطب منطقي جدا ار في البرل اصغر من اصغر ار، فاكيد هيبقى اصغر من واحد. صح ولا غلط؟ جميل. اللي بعده هنا مستر كهرباء ماشيه من هنا، دي سيريس ولا برل؟ سيريس. مع دول برل اهو هتتقسم في الار دي والار دي. طيب واحد واحد برل الرقم على العدد، هاف هاف زائد واحد 1 بوينت كام؟ 1.5 اوم. صح كده ولا لا؟ جميل جدا. يبقى هنا بقى بيطالب مين؟ طالب مينيمم فاليو، يعني هنا عايز ار مينيمم، يعني اقل واحد فيهم. مين اقل رقم في دول؟ اكيد طبعا رقم بي، اكيد طبعا رقم ايه؟ رقم بي. ومن الاخر كده انت خليك رايق وانت بتحل، تعمل ايه؟ تبتدي تبص على السؤال، هو هنا يا عم عايز ار مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم. صح؟
واتفقنا دايما مستر قال لنا لما بلاقي الار مينيمم بدور على اكتر حاجه فيها بارل. يلا هل دي تنفع؟ لا مستر كلهم سيريس. لا طب ودي برضو فيها سيريس مع جزء بارل؟ لا 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 برضو فاضل الاثنين دول. طب ما دي يا مستر ار ودي ار بارل مع حاجه فتبقى اصغر من اصغر مين؟ اصغر من اصغر ار. يبقى هي دي على طول. ده بقى السمارت وركينج. تمام ده اللي عايز ينطهم فوق السرعه على طول. حلو. فانت كده يا معلم لازم تكون متعلم ازاي تفكر بسمارت وازاي تفكر كهارد وركر برضو. اللي بعد يلا يا عم سؤال بيقول لك ايه؟ سؤال بيقول لك عايز الار ايكوفالنت في السيركت دي ايه؟ تعالى بقى نحل دي اسئله الار ايكوفالنت. هقول لك بطريقه واثنين وثلاثه وعيش براحتك. حلو. ويا عم كمان هعملها لك بالبوينت ميثود. جميل. طيب ايه ده مستر؟ تعالى مره نعمل استيميوليشن، مره نمشي بالكهرباء، مره نعمل كل حاجه. تمام. وفي شويه نوتس المستر كان قايلهم. اولا كده دي بطاريه ولا لا؟ بطاريه. عايز واحد رايق كنت قايل له نقطه الحصه اللي فاتت اي ار جنب البطاري لازم تكون سيريس. طيب مستر الثمانية ولا الستة؟ يا زكي البطارية فين وفين حدودها؟ والله من النقطة دي للنقطة دي اهي عشان من هنا ابتدت تنفصل. صح؟ يعني قصدك تقول لي الستة والثمانية مالهم؟ سيريس اهو. ستة والثمانية سيريس. صح؟ ستة وثمانية يا عم كام؟ 14 اوم. صح؟ جميل جدا. يلا مستر تعالى امشي يا عم بالكهرباء اهو. فكك تعالى امشي بالكهرباء. عدت على الثمانية يبقى سيريس. بعد كده وقفت في النقطة دي حصل لها ايه؟ اتقسمت يا مستر شمال ويمين. يبقى اللي في الشمال برل مع اللي في اليمين. طب الشمال في كام؟ 30 اوم. اليمين في كام؟ 10 وكمان 5. صح؟ ايديا اتشالت؟ لا. يبقى ال 10 و5 سيريس 15. صح ولا غلط؟ رجعوا تاني اتجمعوا ولا لا؟ يبقى الاول بس تعالى كده نشتغل مين ومين؟ ال 30 و15. صح؟ يبقى اقول له يا عم والله ار 30 و15 بكام؟ 30 تايمز 15 على 30 بلس 15 تطلع عامل اجابه بكام؟ تطلع الاجابه ب 10 اوم. يعني انا لو قفلت ال 30 وال 15 طلعوا بكام؟ طلعوا ب 10. حلو؟ بعد كده اي حاجه بعد ما الكهرباء بتتجمع بتبقى سيريس. صح؟ سيريس مع ال 6 ومع ال 8 يبقى 6 وال 8 مالهم؟ سيريس. يبقى الار ايكوفالنت بكام؟ 10 زائد 6 زائد 8 تطلع بكام يا معلم؟ 24 اوم. تمام؟ تطلع 24 ايه؟ اوم. اي حد حسبهم واتخدع بالشكل حسب الثلاثه مره هيلاقي دي الاجابه، هياخد غلط، هياخد زيرو. تمام؟ ومغفلك حاطط الاجابه دي. طيب في طريقه ثانيه؟ يا عم في طريقه ثانيه. تيجي يا مستر نعمل استيميوليشن للسيركت؟ يلا. عندي بطاريه؟ اهي عندي بطاريه. كهرباء ماشيه من هنا عدت في الثمانيه، اهي الكهرباء مشت عدت في الثمانيه اهي. بعد كده لقيت نقطه واتقسمت شمال ويمين، اهي. لقيت نقطه واتقسمت شمال ويمين، اهي. صح؟ في ال 30 في ال 30 اهي. وفي ال 10 وال 5 في ال 10 وفي ال 5 اهي في ال 10 وال 5. رجعت شمال رجعت شمال اتجمعوا في نقطة، رجعوا الاثنين اتجمعوا في نقطة اهو. بعد كده عدت على الستة، عدت على الستة اهو. رجعت للبطارية، رجعت للبطارية. ايه ده؟ يا ابن اللذينة، ايه اللي حصل هنا؟ خدت بالك؟ ان هو فعلا الكهرباء مشت في الثمانية، هي مشت في الثمانية. لقي الطريقين، لقي الطريقين 30 و10 و15، 30 و10 و15. رجعوا جمعوا، رجعوا جمعوا. مشوا في الستة، مشوا في الستة. فدي اي حد هيشوفها يعرف يحلها ولا لا. مستر ال10 و15 سيريس، ال10 و5 سيريس 15 مع ال30 برل يدوني 10 اوم، وال8 وال10 وال6 مالهم سيريس. حد عنده مشكله؟ دي الطريقه الثانيه. مستر في طريقه ثالثه؟ بامان البوينت ميثود. طيب مستر في البوينت ميثود دايما اول طرف من البطاريه ده بيبقى برقم واخر طرف لازم يكون برقم. حلو. يلا تعالى مستر اول طرف اهو نسميه 1. هنزل تحت في ريزيستنس ولا لا؟ يبقى كام؟ 2. حلو. مستر قدامي طريق وشمال، امشي براحتك. تمام. يلا شمال اهو مثلا 2 برضو. طب فوق في ريزيستنس يبقى كام؟ 3. يمين في ريزيستنس كام؟ 3. صح. طيب هنا بقى مستر يلا بعد كده في كام؟ ريزيست في سلك فاضي 3. طب وهنا 2. صح. طب وهنا 4. جميل. طب من هنا النقطه دي اخر طرف البطاريه هنا مثلا كام؟ 5. فك ولا تخاف ولا تعمل اي حاجه. المستر قال لي ابتديت منه احطه في الاول. ابتديت عند كام في اول طرف البطاريه؟ عند 1 اهو. نهيت عند كام يا مستر؟ عند 5. نعمل في الاخر 5. اهم حاجه عندي في البوينت ميثود فكك رقم براحتك، اهبط براحتك، عيش زي ما انا عملت كده. انا قصدي على فكره ان انا ابوظها. اهم حاجه بعمل ايه؟ اشوف اللي ابتديت منه اخليه في الاول واللي نهيت منه هخليه في الاخر، الباقي احطهم في النص. واقول لك نصيحه دايما خليك صايع كده، اي حاجتين جنب بعض سيريس كانهم حاجه واحده. يعني ممكن على طول تقول ال10 وال5 ب15 اوم.
حلو. وهنا بقى خلاص تبقى تحط دي كام؟ لو دي 1 مثلا تحط دي كده 4، فاهمين حاجه؟ يعني هنا خلاص خليت دي كده حاجه واحده، ف2 و3 بينهم 15. حلو؟ فشلت اللي هو نمبر 4 دي، فخلاص نمبر 4 خليتها في النهايه. يبقى انا كده عم ابتديت عند كام؟ عند 1 ونهيت عند كام؟ ونهيت عند 4. يلا يا مستر، ما بين 1 و2 وفوق في النص في 2 وفي 3. يلا. ما بين 1 و2 في 8، ما بين 1 و2 اهو في 8. صح كده؟ يلا يا عم نشطب. ما بين 2 و 3 في 30، ما بين 2 و 3 في كام؟ 30. يلا ونشطب عليها. ما بين 2 و 3 برضه في 15، ما بين 2 و 3 يا عمي ثانية. لا ايه الهبل ده؟ سوري. اهي اهو ما بين 1 و 2 في 8، تمام؟ ما بين 1 و 2 في 8، ما بين 2 و 3 في 30، ما بين 2 و 3 اللي في 30 هنا اهو، سوري. ما بين 2 و 3 برضه في 15، سوري انا عملت 1 و 3، انا اسف. هنا 15 اهو. حلو. ما بين 3 و 4 فين؟ ما بين 3 و 4 في كام؟ في 6. حلو؟ اهو. ايه ده؟ خلصنا كله. يلا 15 و 30 برر اللي يطلع مع ال 3 سيريس، يبقى ال 15 و 30 يدوني 10 اوم، 10 مع ال 8 مع ال 6 كلهم سيريس يدوني كام يا معلم؟ 24 اوم، طريقة تالتة خالص. صح كده؟ فعملنا سيميوليشن، مشينا بالكرنت، حلينا، مشينا بالتريكس اللي هي بتاعت اي ار جنب الباتري سيريس، طب الباقي اتقسمت يبقى اكيد برر صح ولا غلط، وعملنا عمل بالبوينت ماسون. عندك كذا طريقة حل براحتك. وصلت؟ تعالى يا عم نشوف اخر سؤال. يبقى كده خلصنا كويس. ايه ده يا مستر؟ ده طلب الار ايكويفالنت. فاكر المره اللي فاتت قلت لك لو في ار سمول، فاكره؟ والنهارده كمان مين اللي هنشرح عليها يعني. قلت لك الار سمول دي بتتحسب مع الار ايكويفالنت؟ لا يا معلم ماليش دعوه بيها دي، بس لما بنيجي نجيب الاي مين بنبتدي نحسبها. بس هنا يا معلم بحسبها طبعا الار ايكويفالنت؟ لا، بقول لك قبل ما تبتدي عشان ما تتلخبطش. امتى نحسب الار انترنال؟ لما يطلب منك ار توتال. ساعتها نقول ار ايكويفالنت زائد ار مين؟ ار سمول. بس الار ايكويفالنت لوحدها لا، دي الاجهزه بعيد عن الارات، بعيد عن الار بتاعت البطاريه. طيب يا مستر دي يعني فكره؟ دي فكره القطر، فاكرين فكره مين؟ فكره القطر. اتفقنا دايما في القطر بشتغل من قدام ولا من الاخر؟ من الاخر. صح. ليه؟ عندي ريزيستنس اهو في حواليه حوارات ومشاكل، تمام؟ قلت لك اغلبيه الوقت السؤال ده بيتحل ايه؟ واحده سيريس ثانيه برر، واحده سيريس ثانيه برر، صح؟ تعالى يا عم نشوفه مع بعض. يلا يا ريس اهو مستر، ببتدي من اول ولا من اخر؟ لا ابتدي من اخر، دور على نود. يلا دي نود؟ لا يا مستر، نود يعني منطقه تفرقه وتوزيع، دي مش نود، دي حته عاديه اهو، صح؟ دي اللي اسمها نود اهي، صح ولا غلط؟ مستر مش في النود دي الكهرباء تمشي تحت وهنا كده؟ صح؟ ما احنا بنحب نقفل ونجمع، نقفل ونجمع. يلا في النقطه دي يا مستر الكهرباء تنزل لتحت في العشره والثلاثه والاربعه والثلاثه، يبقى الثلاثه والاربعه والثلاثه الاول سيريس ولا برل؟ 3 و4 7 مع 3 10 اوم، صح؟ اهو دول 10. طب يا مستر ال 10 دي مع ال 10 دي نعملهم ايه؟ نقفلهم على ايه؟ نقفلهم على بعض تدوني كام؟ 5 اوم. يبقى نشطب دي كده نحطها 5 اوم. وكان يا عم دي مش ايه؟ كان دي كده مش موجوده معايا اهو، يعني كل ده مستر مسحته اهو، خليت دي كام؟ 5 اوم، صح ولا غلط؟ اتفقنا كده؟ طيب بعد كده مستر النقطه دي خلصت، تعالى بقى نشتغل على النقطه اللي قبلها اهو. خلصت النود دي، النقطة على النود اللي بعدها. هلاقي الكهرباء نزلت في العشرة دي والثلاثة والخمسة والاثنين، صح ولا غلط أهو؟ تمام؟ يلا يا مستر، الأول سيريس دول، ثلاثة والخمسة سبعة، ثلاثة وخمسة ثمانية، مع الاثنين 10، يبقى كده عامل دول كل دول بكام؟ 10 أوم. طب مع العشرة برر، نقفل دول كده كلهم على بعض يبقوا بكام؟ كل ده كده اتشال، ويبقى كل ده بكام؟ أهو، هنا كده في 5 أوم. صح ولا غلط؟ مش انا يا عمي بقفل؟ اجمع اقفل، صح؟ طيب بعد كده يا مستر والله الكهرباء تمشي في 5 و5 و4، يبقى الار ايكوفرنت بكام؟ 5 زائد 5 زائد 4، يديني كام يا معلم؟ 14 اوم، يديني كام؟ 14 اوم، اوعى حد يختار 14 ونص، تمام كده؟ طب امتى يا عمي بختار ال 14 ونص؟ ده لما باجي اجيب الاي مين، فعلا؟ هقول الاي مين مستر كل الاي الكبيره ايكوال كل الفيهات على كل الارات، يبقى في بي على ار ايكويفالنت زائد مين؟ زائد ار سمول، فساعتها فعلا هقول 29 على 14 زائد مين؟ زائد نص. حلو كده يا معلم؟ فهنا يا عم هتلاقي الاجابه، تمام كده؟ بس انا هنا ما طلبتش الاي مين، انا طالب مين؟ طالب الار ايكويفالنت بتاعت السيركت، فهمت كده؟ يعني يا مستر من الاخر كده بعمل ايه يا عم في القصه دي؟ ها؟ حد كده يبص، يلا بجمع اقفل، اجمع اقفل، اجمع. صح ولا غلط؟ هو دي دايما الطريقه. جمع اقفل، جمع اقفل، جمع اقفل، تمام كده يا معلم؟
احنا كده حلينا كل اسئله الكويز. الكويز كل مره هتلاقي ابتدى يبقى فيه رخامه، هيبتدي يبقى فيه حاجات ارخم سيك، تمام؟ طيب فبعد اذنك كل مره لازم تكون مركز كويس. يعني انا الكويز اللي فات ما سالتش على السلوب صح، فتلاقيني سالت عليه الكويز ده. تاني مفيش حاجه اسمها في الكويز اصلا يا مستر، دي ما خدناش الحصه اللي فاتت، خدناها الحصه اللي قبلها. اتفقنا دايما الكويز في اي وقت في اي حاجه. اه يعني اسالك في الحصه الاولانيه ممكن ابقى في شابتر 2 هتلاقيني بسالك على شابتر 1 عادي جدا، شابتر 3 هتلاقيني بسالك على 1 و2 عادي جدا. فاعمل حسابك ان الكويز مش على الحصه بس، ده في اي حاجه يا معلم، تمام؟ اه يعني انا كده مطرح ما دماغي بتجيبني هتلاقيني قاعد بحط لك كويز، جميل؟ اللي هو في ايه؟ في اول حصه، ثاني حصه، ثالث حصه، واخر حصه دي هتلاقيني ايه؟ بسالك عليها كام سؤال، تمام كده يا معلم؟ طيب كده احنا خلصنا مين؟ كده احنا خلصنا اسئله الكوزات. تعال بقى يا معلم نخش في جزء جديد، او قبل الجزء الجديد تعال نعمل ايه اسئله الهومورك بس اللي كانت واقفه معاكم. طيب في كده كام حد بعت لي اسئله، تعال كده بس يا معلم نشتغل مع بعض، او اسئله فيها فكره عايز اعرفك طريقه تفكيرها. يلا يا باشا. سؤال بيقول لك ايه؟ عندي يونيفورم واير، حلو جدا، اوف ريزيستنس 48 اوم، حلو. يعني انت يا مستر عندي سلك اهو 48 اوم صح، شيبد اس كلوز رينج. جماعه الشكل ده بعد كده هنسميه حاجه اسمها رينج فولت. رينج ايه؟ رينج فولت، اه اللي هو شكل كوره كده، دايره كده. طب مستر الرينج فولت ده هو انا لو عندي سلك اهو 48 اوم عملته على شكل دايره، مش هيبقى هنا الحته دي قد الحته دي عشان هما الاثنين متساويين؟ اه يعني قصدك يا مستر تقول لي ال 48 اوم هتتقسم على الاثنين 24 اوم و24 تحت، جدع صح؟ اه يعني دي يا مستر 24 فوق اهو و24 تحت صح كده؟ جدع شاطر اهو 24 اوم 24 اوم، حلو. بيقول لك ايه بقى؟ قال لك يا عم انا حاطط بطاريه بالشكل ده، عايز الايكويفالنت ريزيستنس بتوين اي بي. بتوين مين؟ اي بي. اه يعني هو عايز الار بتوين اي بي. خلاص يا مستر 24. غلط. ليه يا عم؟ ما انت لسه قايل لنا هنا. هنا بقى التركه. هو انا ال 24 اللي جيت قسمتها دي ايه اللي هيحصل لها؟ الكهرباء هيمشي فيها. طب يلا تعالى نشوف هتمشي ازاي. الكهرباء ماشيه من البطاريه من هنا، طالعه فوق، داخله يمين، يا نهار ابيض، حصل لها في النقطه دي. اه مستر اتقسمت فوق وتحت، يبقى ال 24 فوق وال 24 تحت دول سيريس ولا بارلل؟ بارلل يا مستر. وفي البارلل لو نفس الرقم يبقى الرقم على العدد، يبقى الار ايكويفالنت هتطلع بكام؟ 24 على مين؟ على الاثنين. تطلع الاجابه بكام يا معلم؟ 12 اوم. يبقى مش هنختار 24، هنختار مين؟ هنختار 12 اوم. وصل كده يا معلم؟ هي دي تركه السؤال. تعالى نشوف الحته اللي بعدها. يلا. بيقول لك ميتاليك رود اوف ديفرنت ماتيريال، حلو، with the same length. اه ماشي، انا عندي اهو يا عم سلكين ليهم نفس الطول اهو، جميل. The resistance of first is 9 ohm. قال لك يا عم السلك الاولاني ده 9 ohm. ماشي. And the other is 18 ohm. والتاني كام؟ 18 ohm اهو. حلو. بيقول لك are connected together of third length. اه ده يا عم وصل الاثنين اهو مع بعض التلت بتاعهم. اه زي الشكل ده كده بالظبط. عندي اصبعين اهو، ده ب 9 ohm وده ب 18 ohm. لو وصلت تلتهم ايه اللي بيحصل؟ ركز بقى يا مستر. مستر هو مش الار دايركت مع ال؟ ايوه. يعني تلت السلك يعني تلت الريزيستنس. اه يعني انا السلك 9 اوم ده لو وصلت تلته، تلت التسعة كام؟ 3 اوم. اه يعني قصدك ان انا هو لو ده كده سلك اولاني اهو، السلك عباره عن ريزيستنس، وده السلك الثاني اهو، حلو مستر، اللي فوق 9 اوم واللي تحت 18 اوم، حلو. قال لك وصل التلت ده بالتلت ده اهو. طيب مستر هو تلت التسعة كام؟ 3. ما تفكرش، ما تشغلش مخك، تلت 1 اوفر 3 تايمز 9 بكام؟ 3. اه يعني الحتة دي يا مستر بكام؟ 3 اوم. وخلي بالك يا مستر لو الحتة دي ب 3 اوم وهو كله 9 يبقى دي بكام؟ 6 اوم. شاطر صح ولا غلط؟ ماشي جميل يا مستر. طب اللي تحت 18 مش هو برضه هيوصل تلت اللي تحت؟ تلت 18 كام؟ تلت تايمز 18 يديني 6. اه يبقى اللي تحت كام؟ 6 اوم. طيب مستر ما لو هي كلها 18 وتلته 6 يبقى الباقي كام؟ 12 كام؟ 12 اوم. طيب لو انا بقى عندي توصيله بالشكل ده، شيل بقى كلمه 18 اهو وشيل كلمه مين؟ 9. لو عندي توصيله بالشكل ده، يلا مستر ال 3 و 6 سيريس ولا بارل؟ بارل. 3 6 3 بلس 6 يديني 2 اوم صح؟ في الاخر الكهرباء تمشي ايه؟ 6 و2 و12 يبقى الار ايكوفرنت بكام يا معلم؟ 6 زائد 2 زائد 18 تطلع عامل اجابه بكام؟ 6 زائد 2 زائد 12 انا اسف، تطلع عامل اجابه بكام؟ 20 اوم.
تطلع الاجابه كام يا معلم؟ 20 يوم. فهمت عملت ايه؟ كل الفكره قال لي انا اوصل التلت ده مع التلت ده. طب ما دي كلها 9 يبقى الحته دي ب 3 يبقى الحته دي ب 6. طب ما دي ب 18 يبقى تلتها ب 6 يبقى الباقي ب 12. طب لو وصلت دول اي مستر دي سيريس اللي بيطلع لفوق بعض برل الباقي سيريس. وصلت كده يا معلم؟ طيب دي كده اول سؤال كنت عايز اشرحه لك. اللي بعده السؤال اللي بعده في الهومورك بيقول لك ايه؟ تو وايرز اي بي اند سي دي ماشي اوف سيم ماتيريال حلو اند سيم لينس ماشي كونكتد توجذر ان سيريس. اه مستر ان سيريس ثانيه واحده ماشي عشان هفهمك ايه اللي انا بقوله ده. اصلا يا مستر في السيريس الار الاي ماله فاكرين؟ اي كونستانت بس الفي فاريبل. وافتكر دي كويس جدا تمام. دي كانت الحصه اللي فاتت. طيب ماشي بيقول لك ان ذا كلوز سيركت اف واير اي بي از سيكر ذان سي دي. اه واير اي بي فعلا ده حتى شكله ادخن من سي دي. مين في دول عنده جريتر بوتنشال؟ اقف مستر. هو ايه علاقه الفولت بالاريا؟ اتقل مستر. مش الفولت ليه علاقه بالريزيستنس؟ اه اتفقنا دايما ان الفي دايركتلي مع الار مش الار دايركت مع الفي. الار كونستانت مع الفي بس الفي دايركت مع الار. اه فعلا يعني يا مستر اللي عنده مشاكل كتيره محتاج شغل كتير محتاج ورك دان كتير صح؟ اتفقنا لو انا في امتحان تمام عندي شابتر 1 هذاكر 5 ساعات لو عندي 1 و 2 اهو المشاكل زادت الريزيستنس زاد محتاج اشتغل كام ساعه؟ 10 ساعات يبقى الورك دان او الفولت بتاعي هيزيد صح ولا غلط؟ اه قلنا من الحصه اللي فاتت اللي عنده ار عاليه عنده فولت عالي في حاله مين؟ سيريس فقط عشان اتفقنا المره اللي فاتت في البر للفولت ماله؟ فولت كونستانت جميل. اه ثانيه بقى يا مستر قصدك تقول لي ان الاريا دي اعلى فريزيستنس قليل فهمت؟ واحد يجي يسال هو ايه علاقه الفولت مع الاريا؟ لا يا عم الفولت ليه علاقه بالريزيستنس والريزيستنس ليه علاقه مع الاريا صح ولا غلط؟ طيب هنا بس طب وده يا عمي عنده اريا قليله فعنده ريزيستنس عالي. طيب مين بقى في دول عنده فولت اعلى؟ اكيد اللي عنده ريزيستنس مين؟ اكيد اللي عنده ريزيستنس عالي. وصلت؟ يبقى نختار مين يا معلم؟ سي دي تمام كده؟ فهمت كده يا معلم السؤال ده؟ اللي بعده السؤال اللي بعده ده رايق بيقول لك ايه؟ واير اوف يونيفورم كروس سكشن اريا. حلو عندي واير اهو سلك قال لك كاريز كارنت 2 امبير. اه يعني ماشي بكهرباء 2 امبير ماشي حلو. هو ان بوتنشال ديفرنس بتوين اتس تيرمينال از 32 فولت. اه تيرمينالز يعني بدايته ونهايته من بدايته لنهايته 32 فولت. المستر قال لنا حاجه بعد اذن حضرتك اي حاجتين تلاقيهم يطلع اجريجيت تلاته. اتفقنا شابتر 1 كله في اهم قانون فيه واحد بس في ايكوال ها اي في ار يا مستر. واطلع اجري ادور على اي حاجتين اجيب تلاتهم صح ولا غلط؟ اه يعني هنا قصدك تقول لي معايا الفي ومعايا الاي اطلع اجري اجيب تلاتهم اللي هو مين؟ الار. اه الار ايكوال في على اي صح اللي هو 32 على الاثنين فيها كام؟ 16 اوم. انا حد طلبه مني؟ لا بس انا لازم اكون مجهز نفسي. اتفقنا دايما اللي في الامتحان اللي بيتنح هو ده ما بيعرفش يجيب درجه. اوعى تتنح في امتحان اخر السنه. لازم تعمل حسابك ان انا داخل احل. يعني ايه يا عم داخل احل؟ يعني التاني طول ما اللي هو قاعد بيبص في الورقه ده في الامتحان قاعد بيعمل لها كده بيعمل لها كده يعني انت لو بصيت لها من هنا هتجيب الاجابه يعني بقى ما انا مش هتجيبها. وما انت امتى تعرف تحل؟ لما انت تكون مسبق. اعرف دايما اللي حط الامتحان لو عمل سؤال او هو سبقك بخطوه هو هيغفلك. اعمل حسابك في دي. بس لو انت سابقه بخطوه يعني ايه يا مستر سابقه بخطوه؟ ما انا استحاله يعني اسبق اللي بيحط الامتحان بخطوه. لا يعني انت دايما تبقى عامل حسابك ان انت عارف هو لو هيسال هيسال في ايه؟ هيلعب هيلعب ازاي؟ اه فانت خلاص دماغي متقسمه. والله لو لقيت ريزيستنس ما عنديش غير حالتين يا اما ريشيو يا اما ار مع ال وعكس الاريا او مع ال عكس الريديوس سكوير او مع ال وعكس الدامتر سكوير يا اما فكره الريشيب فاهمين؟ هو اخره هيلعب في دول مفيش غيرهم. اه اصلا خلي بالك لو مديني الفي والاي اطلع اجري اجيب الار حتى لو مش طالبها ما اكيد هطلبها في حاجه تاني. اصلا لو لقيت جراف اطلع اجري اجيب القانون وبعد كده الاسلوب اسلوب مينز وبعد كده اشوف هو طالب ايه فاهم؟ انت هنا عامل ايه؟ خلاص انا دماغي متقسمه متقسمه. اه بامانه انا في السؤال ده بعرف احل بكذا والحته دي بعرف اعمل كذا. فدايما طول ما دماغك متقسمه اكتر كل ما الدنيا تبقى احسن تمام؟ بس فانت دايما لازم تكون مسبق زي هنا اهو. هو يا عم طلب مني الار؟ لا انا قريت بقى السؤال لا بس لقيت في اي طلعت اجري اجيب الار ان شاء الله هستخدمه. تعال نكمل. بيقول لك ايه؟ تيرمينال 32 فولت اف سكوير اي بي سي دي از ميد اوف ذيس واير. اه قال لك خلي بالك بقى شايف الواير ده اللي هو اللي انا لسه مطلع الريزستنس بتاعه ب 16 اوم. قال لك هعمله على شكل سكوير اي بي سي دي اهو سكوير اهو اي بي سي دي اهو. مستر هو مش السكوير السايدز قد بعض صح؟ اه والار مع ال
يبقى لازم الريزيستنس تكون قد بعض، وهو بتاع ده السلك ده 4 سايد يعني 16 ديت تتقسم على كام؟ الأربعة. يبقى كل واحد بكام؟ 4 اوم 4 اوم 4 اوم 4 اوم. جميل. وده مستر كان اسمه مين؟ A B C D. طيب تعالى بقى نشوف هو بيقول ايه. بيقول لي لما احط الباور سورس، باور سورس يعني البطاريه كونكتد تو بوينت اي سي. يا ابن اللذينه، اه ده انت عايز يا عم مره احط البطاريه هنا؟ ايوه. هو عايز الار ايكويفالنت صح؟ بيقول لك كالكوليت ايكويفالنت ريزيستنس. تمام سهله جدا. يلا مستر لو حطيت البطاريه من هنا مش الكهرباء هتمشي من الحته دي اهو، هتلاقي كام طريق تتقسم فيه؟ فوق وتحت. اه يا ابن اللذينه. طب ما الاربعه والاربعه سيريس ولا بارل؟ سيريس ب 8 اوم. طب والاربعه دي والاربعه دي سيريس ولا بارل؟ سيريس ب 8 اوم. اللي طلع من دي ودي بارل ولا لا؟ اه بارل. يبقى الار ايكوفالنت بكام؟ 8 على 2 فيها كام؟ 4 اوم. يبقى اول يا عم اجابه بين اي سي كام؟ 4 اوم. حد عنده مشكله؟ طيب نفس السؤال بس قال لي ايه بقى يا معلم المره دي؟ تمام نركز هنا كده، نفس السؤال ونفس كل حاجه، نفس الرسمه انا ما غيرتش اي حاجه. اه اللي بعده بيقول لك عايز الريزيستنس بتوين بي سي. فين بي سي؟ اهو في الحته دي كده اهو اهو بطاريه هنا صح ولا غلط؟ بين بوينت بي سي. يلا يا مستر البطاريه هتمشي من هنا، ثانيه امسح دي بس كده اهو، البطاريه ماشيه من هنا اهو في الحته دي. تمام هتلاقي كام طريق؟ والله طريق تحت في الاربعه دي اهو، وطريق في الاربعه والاربعه والاربعه. ثانيه يا مستر يبقى الاول تعال نشوف الاربعه دي والاربعه دي والاربعه دي مالهم؟ سيريس يا مستر صح. 4 و4 و4 كام؟ 12 اوم. طب ال 12 مع ال 4 مالهم؟ بارل. بكام؟ يا عم يبقى مالنا الار ايكوفالنت 4 تايمز 12 على 4 بلس كام؟ بلس 12. يديني كام يا معلم؟ 3 اوم. يديني كام يا معلم؟ 3 اوم. تمام؟ انا قاعد كل ده بحرق في الحصه اللي فاتت عشان الحصه اللي فاتت مهمه. الحصه اللي فاتت من اهم الحصص في شابتر 1. اه ده دي البيز اللي بنبتدي عليها. تمام؟ افكار زي دي تيجي في الفاينل؟ لا بصراحه لا. بس انا بقول لك عشان ايه؟ تبتدي تشغل مخك، تبتدي تجمع كده افكار. اه ده انا ممكن اجيبها من هنا ممكن اجيبها من هنا. تمام كده؟ يلا يا معلم اللي بعده. سؤال بيقول لك ايه؟ برضه من الاسئله الرخمه. بيقول لك ميتاليك واير اوف ريزيستنس ار. اه يا عم عندي واير اهو اهو ريزيستنس اسمه ار. حلو. قال لك كات انتو 3 ايكوال بيسز. ماشي. قال لك اقسمه ثلاث اجزاء. حلو ايكوال بيسز قد بعض. حلو يعني الار لو اتقسم على الثلاثه يبقى كل جزء ياخد كام؟ ار اوفر 3 ار اوفر 3 ار اوفر 3. حلو اند كونكتد سايد باي سايد هتحطه جنب بعض. حلو. طب انا ممكن احطهم كده يعني بعد ما اتقطعوا ثلاثه احطهم جنب بعض ثاني او احطهم فوق بعض. تعال نشوف هو قال لك سايد باي سايد تو فورم نيو واير. هيعمل نيو واير اوف لينس ايكوال 1 ثيرد ذا اوريجينال لينس. اه يعني انا عايز السلك كله يكون طوله قد كده خلاص. يبقى اوصلهم فوق بعض ولا جنب بعض؟ اكيد فوق بعض. اه يعني قصدك تقول لي اوصلهم برل ولا سيريس؟ اه برل. وصلت كده؟ جميل. طيب هو عايز مين؟ عايز الايكوفالنت ريزيستنس. واحد جميل جدا قال لي خلاص الار ايكوفالنت ار اوفر 3. يا راجل غلط يا مستر. ما هو اتقل ده كل جزء منهم ار اوفر كام؟ ار اوفر 3 صح. هما دول يا مستر برل ولا سيريس؟ دول برل يا ابن اللذينة. ولو نفس الرقم يبقى الار ايكوفالنت بايه؟ الرقم على العدد. اه يعني قصدك تقول لي ار اوفر 3 اوفر كام؟ 3 صح ولا غلط؟ ار اوفر 3 اوفر كام؟ 3 عشان هما 3 صح ولا غلط؟ 3 برل. تطلع يا عم الاجابه بكام؟ اكتب كده على الكالكوليتور 1 اوفر 3 ديفايدد باي 3 تلاقي الاجابه بكام؟ 1 اوفر 9 يعني ار اوفر 9. وصلت كده؟ يبقى عامل الاجابه بكام؟ ار اوفر 9. وصلت كده يا معلم؟ فهمت دي جت منين؟ تاني هو هنا مستر تقسمه مره واحده ولا تقسمه مرتين؟ مرتين. تمام؟ بعد كده حتى ممكن تلاقي لها قانون على طول بنقولها ايه؟ بنقول في الحاله دي لو حاجه اتقسمت وبقت بارلل بنعمل على طول مين؟ ار ايكوفالنت ايكوال ار اوفر ان سكوير. ار اوفر مين؟ ان سكوير. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عندي سلك اهو قسمته 10 مرات 10 تايمز وصلته بارلل. طب ما انا مستر اول مره اتقسم 10 مرات حلو فاول مره عملت ديفايدد باي 10. طب وفي البارلل الرقم على العدد صح؟ يعني اللي طلع هقسمه على 10 تاني. يعني ممكن على طول اقول له 10 تايمز 10 10 سكوير صح؟ اه يعني ممكن على طول اقول له الار ايكوفالنت كام؟ ار على 10 سكوير في طبعا الحاله اللي فوق دي. وصلت؟ بس القانون بقى الاساسي في الحاله دي اهو ار ايكوفالنت ايكوال ار اوفر مين؟ ان سكوير. ان مين؟ ان سكوير. مالهاش لازمه. يلا. تعالى يا عم اللي بعده. اه اه شويه اسئله. اه مستر ده سؤالك كويس صح؟ يلا جمع
بارلل، اللي يطلع جمع بارلل، اللي يطلع جمع. فاكرين ده كنا لسه عاملينه حالا في الكويس. فوق مش هنحرق فيه تاني. هنا بقى ايه ده؟ طبعا اكيد البطاريه من هنا صح. يلا يا مستر بعمل ايه؟ اولا دول باين عليهم بارلل ولا سيريس؟ بارلل اكيد اهو. 10 10 تعالى نقفلهم على بعض. تك ادوني كام هنا؟ ادوني 5. يبقى ده كده لو شطبت ده وده كاني هنا في كام؟ 5 اهو. كاني هنا في كام؟ 5 اهو. حلو جدا. بعد كده بقى مستر بعمل ايه؟ فاكر؟ ده الريزيستنس اللي فيه ورا حاجات. تعالى مستر نبتدي الاول من ورا من اخر نوت. مستر مش كهرباء هتمشي في الخمسه دي والخمسه دي؟ تمام. ودول غير بعض. تعالى عامل اقفل دول كلهم على بعض. يبقى الخمسه دي مع الخمسه دي لما هاجي اقفلها مع بعض يدوني كام؟ 2.5 اوم. صح ولا غلط؟ يدوني كام؟ 2.5 اوم. يعني كاني هشيل كل ده كده صح؟ اهو هشيل ده كده كله، هشيل ده وده وده كله كده مع بعضه، فكك منه هيبقى هنا في كام؟ 2.5 اوم. صح ولا غلط؟ طيب مستر النوت دي كده خلصت. تعالى ننط على النوت اللي قبلها. هلاقي الكهرباء نازله في الخمسه دي والاثنين ونص والاثنين ونص. يبقى الاول نجمع الاثنين ونص والاثنين ونص دي بكام مع بعض؟ 5 اوم. طيب الخمسه دي مع الخمسه دي برل ولا سيريس؟ اهو دول اتقسموا ورجعوا تاني اتجمعوا. يبقى برل. يبقى 5 مع 5 كام؟ 2.5 اوم. طب وبعد كده بقى كام في الاخر؟ 10 و2.5 و10 تبقى كام يا عمي؟ 22.5 اوم. وصل كده؟ جمع اقفل جمع. ديت اول طريقه. ممكن كمان يا معلم نحل بالبوينت ميثود. طيب واحده واحده كده اتفقنا ايه؟ تعالى يا عمي نبتدي من هنا ب1. طيب نخش يمين، في مين يا معلم؟ في ريزيستنس، يبقى كام؟ 2. طيب في تحت ريزيستنس وفي مين ريزيستنس؟ براحتك يا عم. يلا تعالى نمشي يمين، كام؟ 3. يلا في ريزيستنس وفي حته فاضيه، تعالى في الفاضيه تبقى كام؟ 3. يلا يا مستر ما هنا ريزيستنس وهنا ريزيستنس، اي طريق كده الاثنين هيفصلوا هنا 4. ما دي يا مستر فاضيه يبقى دي كمان كام؟ 4. ما دي يا مستر فاضيه يبقى دي كمان كام؟ 4 صح. اذا مستر هنا في ريزيستنس يبقى هنا كمان كام؟ 5 صح. اهم حاجه شوف ابتديت من كام، اعملها في الاول ادي دي 1، نهيت عند كام حطها في مين؟ في الاخر 5. وفي النص في 2 3 4 اهو. في النص في 2 وفي 3 وفي كام؟ 4. يلا اللي نخلصه نشطب عليه. ما بين 1 و 2 في كام؟ 10. ما بين 1 و 2 في كام؟ 10 اوم. يلا ما بين 2 3 في كام؟ 2.5. ما بين 2 3 في كام؟ 2.5 اوم. يلا ما بين 3 و 4 في 10 و 10. ما بين 3 و 4 في 10 اوم وفي كام؟ 10 اوم. يبقى ال 10 وال 10 اتشطبوا. ايه ده؟ ده كمان بين 3 و 4 في 5. يبقى كمان ما بين 3 و 4 في كام؟ 5 اوم. حلو جدا. ما بين 2 و 4 في كام؟ 5. مستر ما بين 2 و 4 في كام؟ اهو 5 اوم. صح ولا غلط؟ نشطب عليه. يلا ما بين 5 و 4 في كام؟ في 10. ما بين 5 و 4 في كام؟ 10 اوم. وصلت كده؟ يلا يا مستر تعالى الاول 10 مع 10 5 مع 5 فيها 2.5. يبقى كل دول كده ب 2.5. حلو؟ طيب مستر ال 2.5 دي مع ال 2.5 دي بكام؟ اهو دي ودي كده 5 اوم. حلو؟ مستر الخمسه اللي فوق دي مع الخمسه اللي تحت دي بكام؟ 2.5. ايه ده الله، بقى 10 2.5 10. يبقى الار ايكوفرنت بكام يا معلم؟ 10 زائد 10 زائد 2.5. تطلع عامل اجابه بكام؟ 20 او 22.5 اوم. وصل كده يا معلم؟ ايه ده؟ يعني يا عم ممكن تتحل بطريقه وممكن تتحل بمين؟ بالثانيه. بل اللي انت عايزه عايز البوينت نص اللي بعده. ايه هنا؟ يلا كهرباء ماشيه من فوق من تحت من هنا اهو ماشيه. شلت ايدي؟ لا. يبقى الواحد سيريس، بس في النقطه دي كهرباء حصل لها ايه؟ تقسمت مره هنا ومره هنا ومره هنا. صح ولا غلط؟ يبقى دي ودي ودي مالهم؟ بارلل، عشان الثلاثه حتى رجعوا جمعوا في نقطه واحده. طب مستر خلي بالك، ما ال 10 و5 دي ما اتشالتش، يبقى ال 10 و5 بكام؟ 15 اوم. وال5 و5 دي ما اتشالتش، يبقى بكام؟ 10 اوم. وال10 اوم الثلاثه مع بعض اللي يطلعوا من هنا مين؟ بارلل. مع الواحد هنا يبقى مين؟ سيريس. وصلت؟ او برضه بوينت ميثود تعرف تحلها لك. اللي بعده. مستر احسن حاجه اي حاجه داخله في بعض مثلثات او كده حلها بوينت ميثود عشان ما تقعدش توجع دماغك. حلها بوينت ميثود عشان ما تقعدش ايه؟ توجع دماغك. قشطه؟ يلا. مستر 1 النقطه اللي بعدها ما فيش ريزيستنس. 1 تحت في ريزيستنس، يميني فاضي، الاولويه للفاضي 1. حلو؟ تحت فاضي، الاولويه للفاضي 1 برضه، ما تقعدش توجع دماغك.
تحت فيه ريزيستنس يبقى كام؟ 2. يميني فاضي 2، فوق فيه ريزيستنس شمالي 2. ما تقعدش توجع دماغك، خرجت عند 2. خلي بالك البطاريه من اول هنا لحد هنا اهو، صح؟ يعني هي دي بدايتي وهي دي نهايتي. طيب مستر في نقطه ما ترقبتش، في ريزيستنس ولا لا؟ في ريزيستنس، يبقى كام؟ 3، صح كده ولا لا؟ هنا بقى الغلطه، وهنا بقى اللي كل الناس تتلخبط فيها. انا ابتديت عند كام؟ 1 يا مستر، يبقى تتحط في الاول، هحط بقى 1 2 3 غشيم وهتاخد 0. ليه بقى؟ هو هل البطاريه هنا هي لما البطاريه تكون في الحته دي؟ استحاله. امال تعمل ايه بقى يا معلم؟ شوف ابتديت من كام ونهيت عند كام. مستر انا ابتديت عند 1 ونهيت عند 2، يبقى احط 1 في الاول و2 فين؟ هي اللي في الاخر، وفي النص في 3، في النص في 3. يا مستر غلط، انت بتحل غلط، انت لازم يكون الاولاني رقم صغير والاخير رقم كبير. يا عم دي اسمها بوينت ميثود، بوينت نقطه. انا لو قلت لك النقطه الاولانيه اسمها محمود والثانيه محمد والثالث زغلول والرابع حسين، انت مين قال لك حسين قبل محمد؟ عرفت منين انت؟ صح؟ فما تقعدش توجع دماغك، ما تقعدش تشتغل انت امتى فعلا تبقى غلط. لو انت نسيت حطيت 1 2 3 بالترتيب، اعرف يا حبيبي ان دي بوينتس انا برقمها براحتي، تمام؟ ممكن تكتب A B C F H اي بتنجان، صح؟ طيب ابتديت عند 1 ونهيت عند كام؟ 2. يلا ما بين 1 و3 في 6، ما بين 1 و3 اهو في 6 ونشطب. ما بين 1 و3 في 30، ما بين 1 و3 في كام؟ 30 اشطب. ما بين 2 و3 في 80، ما بين 2 و3 في كام؟ 80 اشطب. ما بين 2 و3 في 20، في 20 كام؟ اشطب. ما بين 1 و2 في 70، يا عم عينيا عادي، ما بين 1 و2 اهي في 70 اهي اشطب. ايه ده؟ ما بين 1 و2 برضه في كام؟ 30. يا عم ما بين 1 و2 حتى فوق او تحت بس حسب المكان، في 30 بس كده. شكرا. يلا يا مستر ال 36 برل، ال 80 وال 20 برل، اللي طلعوا مع بعض سيريس، الباقي كله مع بعض برل. شكرا خلصنا. وصلت بوينت بس تعرف تحل لك اي حاجه، تمام؟ طيب هل هي علينا؟ بصراحه لا، هي مش علينا اصلا في المنهج، بس خلاص ما دام المعاصر شغال بيها واحنا شغالين بيها يا عم خلاص استغلها بقى، تمام؟ تعرف تحل بيها الحاجات ايه المكلكعه زي دي، تمام؟ خلي بالك احنا هنا بنعيد الهوم ورك كله، يعني اغلبيه اسئله الهوم ورك كده يعتبر بنحلها. طيب ايه ده يا مستر؟ ايه الشكل المعقد ده؟ ولا في اي حاجه، يلا امشي بالكهرباء اهو. وقفت في النقطه دي، في تقسيمات صح؟ يلا اتقسمت في الواحد واحد والاثنين، يبقى الواحد واحد الاول مالهم؟ سيريس باثنين مع الاثنين برل، يبقى كل ده بكام؟ بواحد اوم، يبقى شيل ده حطه بواحد اهو. يلا مستر الواحد ده مع الواحد ده سيريس بكام؟ باثنين مع الاثنين دي برل، شيل كل ده بقى بواحد. طب واحد واحد سيريس اثنين مع الاثنين دي واحد اوم، شيل ده كمان مع الواحد واحد سيريس كام؟ اثنين مع الاثنين اللي تحت دي يبقى الار ايكوفرنت بكام؟ اثنين على الاثنين بواحد اوم. طبعا عايز اقول لك الاسئله دي كلها ما بتجيش، وكل ده هبل وكل ده ورق بتنجان، ده رزع على الفاضي، تمام؟ بس احنا بس بنعودك. سيريس اقفل برل، سيريس برل، سيريس برل، سيريس برل، زي فكره القطر، تمام كده يا معلم؟ اخر حاجه وبعد كده بقى نبتدي في الدرس الجديد. ايه الشكل ده؟ فكك خليك رايق كده، دايما خلي عينك لماحه، في كده اي حاجه تعرف تقفلها على بعض وتجمعها نخلص منها. يلا ال 20 وال 20 دي نعرف نخلص منهم ولا لا؟ برل قفلناها على كده اهو، 20 مع ال 20 اديني هنا كام؟ 10 فوق، صح؟ طب خلاص يا مستر ال 10 مع ال 30 مع ال 20 مالهم؟ سيريس، تخلص كده منه، برل انا اسف، تخلص منه، صح ولا غلط؟ يعني انت قصدك يا مستر تقول لي مين؟ بس الاول اهو، ال 20 مع ال 20 برل، مع ال 10 سيريس، اللي يطلع مع دول مع بعض برل، حلو؟ طيب ودول مالهم؟ برل، 50 و50 25، اللي يطلع كله مع بعض ماله؟ اللي يطلع كله مع بعض سيريس. وصلت كده؟ يبقى دي يا عم ايه؟ اخر حاجه، ويبقى احنا كده يا معلم ايه؟ خلصنا كل حاجه عملناها مين يا معلم؟ كل اسئله الحصه اللي فاتت، عملنا كويز في افكار من اول حصه، فاحنا كده يا معلم بنجمع كله مع بعضه، تمام كده؟ طيب افصل، وقف الفيديو، انا عارف ان انا اديتك داتا كبيره وقعدت انفخ لك دماغك وانا لسه ما ابتديتش جديد، وانا زي ما وعدتك في اول حصه انا يا معلم هديك درس جديد بس مش هديك اي معلومه جديده. كل حاجه خدناها الحصه اللي فاتت هي دي اللي هنكمل عليها. لو انت ذاكرت الحصه اللي فاتت كويس، فهمت كويس يعني ايه كلمه سيريس، يعني ايه كلمه برل، شرحت لك من المره اللي فاتت. اوعى تعمل الجراف ده كانه حاجه وخلاص، كانك حاجه بتنجزها وخلاص، اللي هو الجزء اللي هو بتاع الكومبير بتوين سيريس والبرل. اتفقنا في حته صغيره خالص من تحت اللي هو الفرق بين الاي والفي في السيريس وفي البرل، دي يا عم اللي فهمها حصه النهارده اعتبر كلها خلصت، تمام؟ مع اني بقول لك اهو هي فيها معلومات جديده، بس انت كانك ما سمعتش اي حاجه جديده، تمام كده؟ هعلمك ازاي نشتغل فيها، هنقعد نحل كتير جدا النهارده مع بعض،
كل شويه برضه لقاء في الفيديو نبتدي نشتغل. طب انت دلوقتي مطلوب منك ايه؟ افصل دماغك، روح اعمل لك كوبايه شاي، كوبايه قهوه، اي حاجه، كوبايه نسكافيه، افصل تمام، خد ريست كده 5 دقايق، 5 دقايق بس عشان عارفك بتتمرقع، وبعد كده ايه؟ ارجع يا معلم اشتغل تاني، هنقعد بقى نحل مع بعض. تمام كده؟ كده يا معلم خلصنا كويس وخلصنا اسئله الهومورك وخلصنا كل حاجه لها علاقه بالجزء اللي فات. هعمل بس حته صغيره قلتها المره اللي فاتت، وبعد كده يا معلم هنخش في الدرس الجديد اللي هو بامانه يعتبر ما فيش اي حاجه جديده هقولها. طيب قلت لك اهم حاجه عملناها الحصه اللي فاتت، تمام، قلت لك بعد اذنك اوعى تكون حافظ دول وخلاص، الفرق بين السيريس ومين والبارلل. اه مستر كقوانين، لا 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 خلاص، دي عملناها المره اللي فاتت وحرقنا فيها كتير وشفنا الاسئله عامله فيها ايه. طيب امال يا معلم اللي انا عايز اشتغل عليه دلوقتي يعني ايه مستر كلمه سيريس وبارلل؟ حلو، طيب تعالى كده نفكر مع بعض. مستر يعني ايه سيريس؟ يعني لو عندي ار اهو، ار اهو، ار اهو، اتفقنا الكهرباء اللي هتمشي هنا يا عم، ونفترض ده وكمان ده ب 5 امبير، 2 امبير، 2 اوم، 3 اوم، ده 6 اوم. حلو؟ اتفقنا يا معلم اللي بيحصل؟ اتفقنا لو هنا ماشي ب 1 امبير، حلو؟ لو هنا ماشي كام؟ 1 امبير، هيعدي من هنا 1 امبير، هيعدي من هنا 1 امبير، هيكمل من هنا 1 امبير. لا يا مستر اتفقنا الاي ماله؟ اي كونستانت في السيريس. طيب الفي يا مستر؟ لا خلي بالك الفي بيتقسم، اتفقنا الاب بيدفع الفلوس بالمساواه ولا بالعدل؟ اتفقنا دايما هو بيدفعها بالعدل مش بالمساواه. ازاي يا عمي؟ الطفل بياخد اقل من الراجل مثلا، اكبر شويه اقل من اللي عنده في كليه، صح؟ ده نفس النظام. يا عمي جت منين اهو؟ مش ده 1 امبير هيعدي في 2 اوم، يبقى ده ياخد 2 فولت وده هياخد 3 فولت، الفي ايكوال اي في ار، وده هياخد 6 فولت. فعلا اه يا مستر اللي عنده ار كبيره بياخد في كبير، واللي عنده ار قليله بياخد في قليل. حد عنده مشكله في دي؟ لا فكك من دي، برده دي مش هماني، انا يهمني مين بقى درس النهارده؟ البرر. ليه بقى يا معلم؟ اتفقنا يا مستر في البرر اللي هو لو عندي 2، انا بعيد تاني اللي انا عملته الحصه اللي فاتت، ركز. خدنا ايه يا معلم في ايه؟ خدنا ان الكهرباء وهي ماشيه بيحصل لها ايه هنا مثلا؟ يعني هنا كده لو عندي ده 3 اوم وده 3 اوم، حلو؟ اتفقنا يا مستر ايه اللي بيحصل الكهرباء لو هنا مثلا عندي كهرباء ماشيه ب 2 امبير؟ اتفقنا يا مستر الكهرباء اللي ماشيه دي وقفت هنا حصل لها ايه؟ لقيت طريقين تفريق، طريق فوق وطريق تحت، فهنا الاي فاريبل ولا الاي كونستانت؟ لا يا مستر هنا الاي فاريبل، هنا الاي ماله؟ الاي بيتقسم، صح ولا غلط؟ اه. ويا مستر خلي بالك الاثنين دي تسال نفسك سؤال، هما دول قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض. يعني الكهرباء تتقسم بتساوي ولا مش بتساوي؟ اكيد بتساوي. اه يعني قصدك تقول لي هتتقسم فوق 1 امبير وكمان تحت 1 امبير، صح؟ حد عنده مشكله في دي؟ لا يا عم زي الفل. طيب ده على الاي اتفقنا بيتقسم. طيب افرض يا مستر قبل ما نعمل الحته دي كان الاي مش واحده، يعني كده مثلا اهو يا عمي عندي ده 3 اوم وده 6 اوم، ويا عم عندي هنا 3 امبير بتتقسم هنا بقى، هل يا مستر دول مش قد بعض؟ هل ينفع الكهرباء تتقسم بالتساوي؟ استحاله. امال مستر ده عنده ار قليله فياخد اي كبيره، وده يا مستر عنده ار كبيره فياخد اي قليله، وعايزه واحد لماح كده يقول لي، بقول لك يا مستر مش الار دي نص الار دي؟ اه. والار لو النص يبقى الاي تبقى الدبل. اه يعني قصدك تقول لي ال 3 امبير دي تتقسم فوق 2 امبير وتحت كام؟ 1 امبير. حد عنده مشكله في كده؟ مستر رخم عليا وانا مش لماح ومش بعرف، اتقل كده هقول لك كل ده يتعمل ازاي. تعالى بس نرجع للي فات. ده مستر على الاي، واتفقنا هنا الاي فاريبل اللي عنده ار كبيره بياخد اي قليله، واللي عنده ار قليله بياخد اي كبيره. حد عنده مشكله في دي؟ لا الدنيا زي الفل. طب هنا بقى مستر الفي ماله؟ بامانه يا عمي الفي كونستانت، ودي بقى قلت لك لو فهمتها الشابتر كله خلص. يعني ايه يا عمي لو فهمتها الشابتر كله خلص؟ بص هنا كده مستر عايز اعرف اللي فوق خد فولت بكام، احسب اي في الار. 1 في 3 بكام؟ 3 فولت. جميل. اه طب اللي تحت 1 في 3 3 فولت. اه يا مستر يعني قصدك تقول لي الفولت كونستانت في 1 هو هو في مين؟ هو هو في 2. اقول لك حاجه، هو هو في توتال. قال لا يعني ايه يا مستر؟ يعني قصدك تقول لي لو اللي فوق خد 3 اللي تحت خد 3 الاثنين هياخدوا كام؟ اوعى تقول لي 6. غلط. ليه يا عمي؟ ما 6 ده فوق خد 3 وده خد تحت 3. لا بص بقى الفي دي يعني جهد، يعني انا بقول لك بالاخر من النقطه دي للنقطه دي انا اديتك جهد الاثنين على بعض الثلاثة. لا يا مستر مش مقتنع. تيجي بقى معلم اقنعك. طيب اتفقنا يا مستر يعني ايه ار بارلل؟ يعني بدل ما عندي ارتين اهم كل اللي عملتهم ايه؟ طق قفلتهم على بعض. بدل ما كان عندي ثلاثة قفلتهم على بعض كانهم حاجة واحدة، صح؟ طيب تعالى يا مستر نقفل الثلاثة والثلاثة دول كانهم حاجة واحدة، نعمل لهم ار بارلل، صح؟ الثلاثة والثلاثة بيدوني مين؟
واحد ونص اوم الرقم على العدد. اه يعني قصدك تقولي لو دول قفلتهم بقوا حاجه واحده هيدوني واحد ونص صح؟ يلا بقى مستر، مش دول لو اتقفلوا بقوا حاجه واحده عادي اعرف امشي فيها الاي اللي بره دي صح؟ اه يعني امشي فيها مين؟ الاثنين امبير. جميل جميل. طيب مستر مش انا هنا لو معايا الاي والار اعرف اجيب الفي؟ خد صاحي كلام صاحي فك ولا كان يا حاجه. هنا بقى يا معلم ايه اللي حصل؟ اهو الاي والار، الاي توتال في الار بر صح ولا غلط؟ جبت مين؟ الفولت. 2 في 1 ونص بكام؟ 3 فولت. يا ابن اللذينه ثانيه كده، انت قصدك تقول لي الفولت اللي فوق هو هو الفولت اللي تحت، هو هو الفولت مين بتاعهم كلهم؟ اه يعني هنا في توتال صح ولا غلط؟ صح. سامع دلوقتي واحد بيقول لي بقول لك ايه دي صدفه عشان رقمين مالهم قد بعض. طب تعالى بقى يا معلم نشوف لو مش رقمين قد بعض ايه اللي بيحصل. اهو مش ده يا عمي 3 وده 6؟ اه اتفقنا مستر اللي عنده ار كبيره بياخد اي قليله واللي عنده ار قليله بياخد اي كبيره. فلما جينا قسمناهم الثلاثه منطقي ده نص ده يبقى الاي فوق دبل الاي اللي تحت. حاضر. فاللي فوق خد 2 امبير واللي تحت خد 1 امبير. تيجي نحسب يلا 2 في 3 6 فولت جامد في 1، 1 في 6 6 فولت جامد في 2. طب تعالى بقى يا عم تجيب الكبير افرض يا عم انت كده قلت في 1 ايكوال في 2. انت قلت لها مستر ايكوال في توتال صح؟ اه ازاي بقى؟ تعالى نشوف لو قفلت الثلاثة والستة الاثنين كانوا حاجة واحدة هيدوني كام؟ يلا المستر قال لنا ار الثلاثة وستة 3 تايم 6 على 3 بلس 6 يدوني كام يا مستر؟ 2 اوم. قصدك تقول لي لو قفلت الثلاثة والاثنين على بعض هيدوني ريزيستنس واحد اسمه كام؟ 2 اوم صح؟ ال 2 اوم ده اعرف امشي فيه ال 3 امبير ولا لا؟ اه تعرف تمشي فيه ال 3 امبير صح ولا غلط؟ 2 في 3 بكام؟ 6 فولت. يا ابن اللذينة اه يعني المثل ده صح 100% ولا لا؟ طبعا صح 100%. دايما يا مستر لو عندي 100 ريزيستنس فوق بعض لو الاولاني بخمسه اللي تحت بخمسه اللي بعده بخمسه اللي بعده بخمسه كلهم على بعض يجيبوا لي كام؟ كلهم على بعض يجيبوا لي 5. وصلت؟ اتفقنا. ده انا بحط جهد من النقطه دي لحد النقطه دي بكام؟ 6 فولت. تمام؟ عشان دي دايما بتبقى غلطه مشهوره، الناس يقول لك لو لفوق 6 يبقى اللي تحت 6، يقول لي الاثنين على بعض 12. استحاله. يبقى انا هاخد من البطاريه في الحته دي كلها كام؟ 6. ان شاء الله يكون في 20 ريزيستنس فوق بعض. وصلت كده؟ اه يعني من الاخر الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا، هي دي اللي هبتدي بيها درس النهارده. اه امال اصل انا مستر درس النهارده بيتكلم عن مين؟ درس النهارده يا معلم بيتكلم على حاجه اسمها كرنت ديفايدر. كرنت ايه؟ ديفايدر. اسالك سؤال، هو انا بخاف من السيريس ولا من البارل؟ مستر السيريس كده كده الاي كونستنت، ولو معايا الاي ومعايا الار هعرف اجيب الفي، فكده كده عمري ما بخاف من السيريس. انا كل خوفي بخاف من مين؟ من العكس البارل. بخاف من مين؟ البارل. ليه يا مستر البارل؟ اصلا الاي يا مستر في البارل بيحصل لها ايه؟ بتتقسم. اصلا درس النهارده هيقول لي قول لي بتتقسم بكام؟ ها يا مستر سهل. طيب واحده واحده كده تعالى نحل او نفكر كده مع بعض. افرض يا مستر كان عندي اثنين ريزيستنس قد بعض اهو 3 اوم 3 اوم او 10 اوم يا عمي و10 اوم وماشي يا مستر كهربا من بره 2 امبير. اقول لك حاجه دايما خليك لماح، لو لقيت دايما الار ثابته قسمهم بالتساوي. يعني ايه يا مستر؟ مش في 2 امبير اهم؟ انا ماليش دعوه بالارات كام، اهم حاجه هما يكونوا قد بعض. يا عمي ار وار هو في ايه ماله؟ صح ار ومين؟ ار صح؟ تمام كده؟ اهم حاجه عندي لو الار ثابته الرقم اللي بره يتقسم بالايه؟ بالتساوي. ان شاء الله يكون بره فيه مليون. اه يبقى 500000 فوق 500000 تحت. اه يعني هنا في 2 يبقى كام وكام؟ واحد فوق واحد مين؟ تحت. حد عنده مشكله في دي؟ طيب يا عم لا تعالى اهو يا عم اهو يلا 8 اوم 8 اوم 8 اوم وبره فيه 4.5 امبير. اعمل ايه؟ ولا اي حاجه. ليه دعوه بالرقم؟ لا اهم حاجه هم مالهم؟ اهم حاجه مستر قد بعض. فالرقم لازم يتقسم بالتساوي. مين اللي تقسم بالتساوي؟ الاي اللي داخله. اه يعني يا عم قصدك تقول الاي دي تتقسم اي 1 واي 2 واي 3 مش قد بعض؟ اه يبقى تتقسم بالتساوي. يبقى اقول له يا عم 4.5 على 3 تطلع بكام؟ 1.5 امبير. تطلع بكام يا معلم؟ 1.5 مين؟ 1.5 امبير. اه يعني قصدك تقول لي فوق 1.5 وتحت 1.5 وتحت 1.5؟ ايوه شكرا خلصنا. حد عنده مشكله في دي؟ طيب حلو جدا. طب تعالى بقى يا معلم افرض ارقام غير بعض. ما هو بص هتلاقي حاله من الاثنين ما لهمش تالت، يا اما ارقام زي بعض يا اما ارقام غير بعض. لو ارقام زي بعض خلاص عرفت ان الاي بتتقسم بالتساوي. طب افرض بقى رخمت عليك وقلت لك الاراضي غير بعض، مثلا سؤال زي ده
3 اوم 6 اوم وعندي كهرباء ماشيه من بره 3 امبير. يا مستر ده انا لمح على فكره، وعلى فكره انا بحب انط من فوق السور. ايه هي؟ ان الارض يا مستر نص الارضي صح، ولو الار اللي فوق نص الار اللي تحت يبقى الاي اللي فوق دبل الاي اللي تحت. يعني ال 3 امبير هتتقسم كام وكام؟ 2 امبير و1 امبير. شاطر لماح. طب افرض بقى مستر انا مش لماح، افرض انا ما بعرفش احل الكلام ده، افرض انا معليش في الارقام لو ده هيتقسم كام، افرض رخمت عليك اصلا في الرقم. هوديك بقى الالتيميت تيست اللي هو كده. يلا بقى يا معلم، 2 امبير هيتقسم في 2 اوم 3 اوم 6 اوم، وهنا هرخم عليك. خير انا ما بعرف خير. ايه ده؟ هل دول قد بعض؟ لا. طيب هل دول في ريشيو اصلا بينهم؟ برضه لا. امال مش هتعرف تحل صح ولا غلط؟ فهنا بالفهلوه مش هتنفع، ولا باللي انا لماح مش هتنفع، مش هعرف حل خالص. اعمل ايه؟ فلازم يا مستر يكون في رول يربطني صح ولا غلط؟ طيب انا يا عمي مش هقول لك رول جديد، مع اني في المنهج في رول جديد وهقوله لك، فكك منه، مش عايزك تحفظه، مش عايزك تحل بيه. ايه هو يا معلم؟ هسالك سؤال. تيجي يا مستر نمشي بالعكس. ايه هي بالعكس؟ هو انا مستر هنا مش معايا الاي اللي بره؟ جماعه هو انا لو قفلت دول على بعض كانهم حاجه واحده صح؟ كاني قفلت الثلاث ارات دول خليتهم ار واحده اهو، جبت الار بره بتاعتهم. يعني مش دلوقتي اعرف امشي فيها ال 2 امبير عادي؟ صح ولا غلط؟ لو قفلت دول اهو ال 2 اوم و 3 اوم و 6 اوم، تعالى يا عم نجيب الار بتاعتهم، 2 باور نيجاتيف 1 زائد 3 باور نيجاتيف 1 زائد 6 باور نيجاتيف 1 اول باور نيجاتيف 1. اتفقنا الحركه دي اللي بننجز بيها، تطلع بكام يا معلم؟ 1 اوم. يعني قصدك يا مستر تقول لي لو ضربت ال 2 امبير دي في ال 1 اوم دي اللي هم كلهم مع بعض، مش انا كده يا مستر جبت الفي توتال؟ جامد. وانت لسه قايل لي ورا ان الفي توتال هو هو فولت الاولاني، هو هو فولت الثاني، هو هو فولت مين؟ الثالث. يا ابن اللذينه بقى معايا فيو ار تعرف تجيب الاي، فيو ار تعرف تجيب الاي، فيو ار تعرف تجيب الاي. ايه ده؟ يعني احنا يا مستر كل اللي هنعمله هنعكس اللي عملناه قبل كده. مش احنا في البر اللي واخدين الفولت كونستانت؟ يعني ايه يا مستر فولت كونستانت؟ يعني يا مستر في توتال هو هو في 1 هو هو في 2 هو هو في 3 هو هو لو في واحده رابعه في 4. طيب يعني قصدك تقول يا مستر لو ضربت الاي توتال، الاي اللي داخله في البارل بسميها دايما اي توتال، في الار البارل، يعني خلي البارل كانهم حاجه ايه؟ واحده. ويا مستر لازم ار بارل بس صح؟ يبقى انا كده جبت الفولت بتاعهم كلهم ايكوال الفولت بتاعت كل واحده. يعني ايكوال اي 1 في ار مين؟ ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2 ايكوال اي 3 في ار 3. يا ابن اللذينه بس كده؟ بس كده. طب برضه يا عم هنحل ازاي؟ يلا الاثنين والثلاثه والسته مش لسه حلينها جايبين لي 1 اوم صح ولا غلط؟ تمام؟ الاثنين والثلاثة والستة لسه جايبين لي مين؟ 1 اوم صح؟ يبقى له اي توتال اللي هو الاثنين في الار البر اللي هو بمين؟ 1 اوم. مش انا كده جبت الفولت بتاعهم كلهم؟ ايكوال الاي الاولاني في الار الاولاني اللي هو 2 اي 1 صح؟ ايكوال 3 اي 2 صح؟ ايكوال 6 اي 3. يا ابن اللذينة اعرف اجيب اي 1 ولا لا؟ اي 1 يا مستر تعرف تجيبها 2 اوفر 2 صح؟ يبقى اي 1 بكام؟ 2 اوفر 2 تطلع ب 1 امبير. وصل كده؟ طب يلا اي 2 في بره 2 هقسمهم على 3 يبقى اي 2 تبقى بكام؟ 2 على 3 امبير. طب اي 3 2 على كام؟ 2 على 6. اي 3 كام؟ 2 على 6 اللي هي تطلع كام؟ 1 على 3 امبير. يا ابن اللذينه تيجي بقى يا عم نجمع واحده واحده. مستر هو ينفع كهربا تمشي ب 2 او 5 تتقسم تطلع 12؟ استحاله. تطلع 4؟ استحاله. فعشان اتاكد ان انا حليت صح ولا غلط لازم اللي دخل يكون قد اللي خرج. يلا مستر دخل 2، تيجي بقى يا ريس نشوف اتقسم كام وكام. يلا يا معلم تعالى بس الاول نمسح ده كده اهو. يلا بس تعالى نظبطها اهو اهو. كان هنا فوق في 2 اوم صح ولا غلط؟ وهنا كده كان في 6 اوم. يلا بقى يا معلم نشوف ايه. يلا مستر اي 1 مشي في كام؟ 1 امبير. اي 2 مشي في كام؟ 2 على 3 امبير. اي 3 مشي كام؟ 1 على 3 امبير. يلا يا مستر تلتين وتلت 1 1 1 2. يا ابن اللذينه خرج 2. ايه ده؟ ده انا حليت صح ولا لا؟ ده مستر دخل 2 وخرج كام؟ خرج 2. هنا يا معلم قلت لك اي قانون جديد؟ لا. شرحت لك اي حاجه جديده؟ لا. كل اللي قلته تبع الحصه اللي فاتت، ان الفولت الاولاني هو الثاني هو الثالث هو الفولت بتاعهم ايه؟ كله.
يعني يا مستر من الاخر وانا باجي احل، فكك من فكره لماح اصلا، انا مش عايز اكون لماح ولا انت لماح ولا عمرك هتكون لماح، فكك مش عايز. احنا داخلين ثالثه ثانوي، قلت لك امشي ايه جنب الحيطه ولا في الرصيف؟ جوه الحيطه، ما تقعدش تنجم. تعمل ايه يا معلم؟ اهو قدامي طريقين والله، والكهرباء بتتقسم، اي كهرباء تتقسم قدامي حلين، يا اما قد بعض يتقسموا بالايه؟ بالتساوي، والكرنت هو اللي يتقسم بالتساوي، يا اما الناحيه الثانيه اللي هي مين؟ اللي هي الناحيه الثانيه اللي هو هتلاقي ان ارقام مختلفه، حتى لو نفس الريشيو، فكك ما تقعدش توجع دماغك. اي توتال في ار البارل ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2 ان شاء الله يكونوا 100 واحده. وصلت كده؟ اه. يعني يا مستر قصدك تقول السؤال اللي فات اللي انت حليته ده بالفهلوه نعمل ايه؟ ولا اي حاجه، يلا هو يا عم فكك اهو، ولا عايز اعرف هتقسم كام؟ امال يا معلم؟ واحده واحده كده. مستر 3 امبير هتتقسم على 3 وال 6، دول رقمين زي بعض؟ لا فكك ما تكملش. اي توتال في ار البارل، ولازم يا مستر ار مين؟ ار بارل. يعني انا هنا لو جنبي مثلا 5 اوم سيريس ليه دعوه بيها؟ انا مالي، انا مالي بال 5 اوم، انا ليه دعوه مش الثلاثة دي هتتقسم في 3 و 6 بس، يبقى اجيب ار مين ال 3 و 6 بس، عشان كده لازم يكون ار مين بارل ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2. مش فاهمه يا مستر؟ يلا اي توتال اللي هي بكام؟ 3. ار بارل اللي هو كام؟ مستر مش دول قفلتهم يدوني 3 تايمز 6 على 3 بلس 6 اللي هو 2 اوم؟ اه. ممكن تكتبها هنا او ممكن على طول نعوض دي بكام؟ ب 2 اوم اهو، صح ولا غلط؟ قفلت دول على بعض بقوا حاجه واحده، صح؟ مش ده مستر ايكوال 3 اي 1 ايكوال 6 اي 2؟ يا ابن اللذينه. يلا تيجي يا عم نجيب اي 1 بكام؟ 3 في 2 ب 6، 6 على 3 تطلع اي 1 بكام؟ 6 على 3. 3 شيفت سولف كالكوليتور، 3 تايمز 2 ايكوال 3 تايمز اكس. جبت مين؟ اي 1 اللي هي بكام؟ 2 امبير. طيب اعرف اجيب اي 2؟ اه طبعا تعرف تجيب اي 2. 3 تايمز 6 ب 6، 6 على 6 فيها كام؟ 1 امبير. يا ابن اللذينه قصدك تقول لي فوق هيتقسم كام؟ 2 امبير، و1 كام؟ تحت 1 امبير. مستر عايز اتاكد انا حليت صح ولا غلط؟ عادي. 2 1 كام؟ 3. يا ابن اللذينه 3 فعلا، دخل ال 3 اتقسمت كام؟ 3. طبعا ماليش دعوه بالسيريس اللي جنبها، تمام؟ كده كده مش بيبقى معايا، كده كده السيريس انا مش بخاف منه، دايما بيمشي فيه مين؟ دايما بيمشي فيه اي مين. وصلت كده يا معلم؟ اه. مستر في تاني؟ يلا يا عم تعالى سؤال تاني. يلا في اهو اهو، عشان هنا بقى بتحصل بقى المشاكل. 10 اوم 10 اوم 20 اوم، وعندي هنا كده 2 امبير، وعندي هنا 3 اوم، وعندي هنا 6 اوم، وعندي هنا 5 اوم. اولا هنا كده ايه الغلطات المشهوره؟ الغلطات المشهوره ان واحد بيجي يحل يقول لي بس مستر على فكره انا فاهم وكل حاجه، اي توتال مش دي كهرباء تتقسم في ار البارل. هنا بقى عن مفهومه في البارل يبتدي يضرب. ليه يا عم هيبتدي يضرب؟ يقول لك اصلا الار البارل دي ودي مع بعض، هو ده ينفع؟ لا. ليه بقى؟ هو مستر ال2 امبير ده الاول هيتقسم فين وفين؟ هنا وهنا بس فقط. بعد كده يحصل له ايه؟ يرجع ايه؟ يتجمع، يرجع تاني الاثنين يا راجل. اه. بعد كده الاثنين ده يمشي في السيريس، انا بخاف من السيريس؟ لا، طول عمره في السيريس بيمشي اي مين او الاي اللي هو الكونستانت، صح؟ بعد كده يرجع تاني يحصل له ايه؟ يتقسم. اه يعني انا هنا مستر وانا بحسب البارل احسب دول مع دول ولا كل واحد لوحده؟ لا يا ريس، ده كده قانون نجيب منهم دول، ودول حماده تاني نجيب منهم مين؟ نقول اي توتال فار البارل مين؟ الجديده ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال وهكذا، وهنا ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2. بس دول ثلاثات، يبقى اي 1 في اي 1 اي 2 في ار 2 ايكوال اي 3 في ار 3. مستر مش فاهم ومتلخبط، اعمل ايه؟ ولا تضايق نفسك ولا تعمل اي حاجه. خليك بس انا عايزك تفكر، هتفكر اكتر هتبتدي تبذل مجهود اقل. ايه كل اللي بيحصل؟ هو هل يا مستر الكهرباء ال 2 امبير دي هتتقسم هنا وهنا 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 وهنا؟ لا، هتتقسم هنا هنا بس، وبعد كده ترجع تتجمع، بعد كده تقسم هنا وهنا وهنا، فيبقى ده قانون لوحده لوحده، وده قانون لوحده، وده كده كده سيريس بيمشي في الاي مين عادي جدا، مش بخاف منه. وصلت؟ يبقى دي دايما التركه اللي الناس بتغلط فيها، يعملوا قانون واحد يربطوا بخمسه مع بعض، هل ده صح؟ استحاله. لا يا عم ده لوحده قانون وده لوحده قانون، لو في واحده رابعه قانون لوحدها برضه. اتفقنا كده يا معلم؟ هي دي. اه يبقى تحسب دول الاول يا مستر، دي كده كده اي كونستنت اللي هي ال 2 امبير مش فارقه، وهنا تبتدي تحسب ايه؟ من اول وجديد تاني. تمام كده يا معلم؟ حد عنده مشكله؟ طيب يعني هنا بقى هنحل ازاي؟ تعال شوف.
اهو ده هنا قال لي ان في 2 امبير صح. يلا تعالى يا مستر نحل ايه اللي بيحصل اهو. اي توتال 2 في ار البارل ال 3 و 6 على 3 تايم ال 6 فيها 2 برضه ايكوال 3 اي 1 ايكوال 6 اي 2 يا ابن اللذينه. بس كده اه بامان. يبقى اي 1 بكام؟ 2 تايم 2 4 يبقى 4 ب 3 امبير. طيب اي 2 بكام؟ 4 على 6 اللي هي كام يا معلم؟ اللي هو ال 2 على 3. فكك اول حاجه جمع يا عم الرقم ده زائد الرقم ده بالكالكوليتور هتلاقي طلع 2 امبير فعلا يا ابن اللذينه. يبقى قصدك دي هتتقسم 4 على 3 ودي كام؟ 4 على 6. ارجعوا تاني جمعوا كام؟ 2 امبير. هنا بقى يلا هنا ايديا اتشالت؟ لا. يبقى الخمسه مشي فيها كام؟ ال 2 امبير زي ما هي. حلو جدا. طيب ال 2 امبير هتكمل. يا نهار ابيض هيحصل لها يا مستر في النقطه دي؟ هتتقسم صح؟ اي 1 او اي سي او ده اي 1 جديده واي 2 جديده واي 3 جديده. اه يا مستر يبقى دول لوحدهم سؤال لوحده. اعمل ايه؟ اي توتال اللي هي بكام؟ 2 في ار البارلل 10 و10 و20 تعالى نحسبها. ار البارلل اهو 10 باور نيجاتيف 1 زائد 10 باور نيجاتيف 1 زائد 20 باور نيجاتيف 1 اول باور نيجاتيف 1 يديني كام كل ده يا معلم؟ 4 اوم. يبقى اقول له 2 تايمز 4 اوم يبقى اي توتال في ار البارلل ايكوال 10 اي 1 ايكوال 10 اي 1 اي 2 ايكوال 20 اي 3 صح ولا غلط؟ اه يا مستر. يبقى اي 1 بكام؟ 8 على 10. اي 2 بكام؟ 8 على 10. اي 3 بكام؟ 8 على 20. يلا يا مستر تعالى نحسب ده زائد ده زائد ده هتلاقي نفس الاجابه في الاخر ولا لا؟ هتلاقي هي نفس الاجابه على الاخر صح؟ اه يا مستر ده اللي هو 0.8 وده 0.8 وده احسبه على الكالكوليتور هتلاقيه 0.4. يلا يا مستر 0.8 و0.8 و1.6 و0.4 2 يا ابن اللذين يخرج 2 امبير. يبقى انا بحل صح ولا بحل غلط؟ بحل صح. امتى بقى تعرف ان انا بحل غلط؟ ودي دايما هتلاقي انت بتحلها وهتشوف في الاسئله تمام؟ تلاقي نفسك مدخل 4 امبير سبحان الله بتبيض بتطلع 5 و6. هو في 4 بيخرج 5 و6 بيخرج 11؟ استحاله. يبقى اعرف كده ان انا في حاجه غلط في الستبس. ابتدي اعيد منين؟ ابتدي اعيد من الاول واشوف الاسئله. وصل كده يا معلم؟ انا كده شرحت لك كل الدرس بتاعنا بتاع النهارده. قلت لك ايه قانون جديد؟ لا. طب اقول لك بقى القانون اللي في المنهج بنعمل بيه ايه؟ هقول لك ملوش اي لازمه مش عايزك تحل بيه ولا عايزك تفتكره اصلا. القانون بيقول لك ايه؟ لو عندي كهرباء ده تسمعه من هنا ترميه من هنا. انا عايزك فاهم ما تقعدش تحفظ قوانين تمام؟ ده مش معناه ان القوانين الحفظ ما تحفظهاش، يعني الاي ايكوال في على ار وكيو على تي احفظهم تمام؟ بس قصدي ان هنا ده قانون ملوش داعي ان انا احفظه واخره بيحل لي اثنين ريزيستنس ملوش لازمه. ايه القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عندي اي هيتقسم في الار 1 وار 2 عشان برضو تكون فاهمه او تكون عارفه على الاقل. ثانيه يا مستر مش الاي ده يا مستر هيتقسم اي 1 واي 2؟ اه. القانون بقى بيقول لك ايه؟ لو عايز اجيب اي 1 اعمل ايه؟ اقول له اي توتال اللي هي الاي اللي بره دي فار مش بتاعتي، يعني انا عايز اجيب اي 1 فاقول له ار 2 اوفر ار 1 زائد ار 2. اه يعني قصدك تقول لي لو جبت الاي 2 هقول له مين؟ اي توتال فار 1 على ار 1 زائد ار 2. يا مستر العبث ده يعني ايه؟ يعني يلا اهو تعالى نعوضها سؤال او تعالى كده نعملها شكل سؤال. اعتبر دي 3 امبير واعتبر اللي فوق 3 اوم واعتبر اللي تحت دي 6 اوم. يلا مستر مش عايز تجيب اي 1؟ اقول له ايه؟ 3 امبير اللي بره تايمز ار 1 لا ار 2 اللي هي 6 على 3 زائد 6. يلا 3 تايمز 6 ب 18، 18 على 9 فيها كام؟ 2 امبير يا ابن اللذينه صح؟ 2 امبير. طب واي 2 كام يا مستر؟ اهو يلا اي 2 الاي توتال اللي هي 3 في ار مش بتاعتي اللي هي 3 على 3 زائد 6. طب يا مستر 3 تايمز 3 ب 9، 9 على 3 زائد 6 9، 9 على 9 كام؟ 1 امبير يا ابن اللذينه اهو. بس ده اخره بيحل لك كام؟ 2. تخيل ده بقى لو جاب لك 3 ريزيستنس في الامتحان زي السؤال اللي ورا اللي احنا لسه حالينه ده هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه هتقعد جنبي ولا هتعرف تحل تمام؟ يا اما تضطر بقى تقفل 2 كانهم حاجه واحده يعني 10 و10 5 تبتدي تشتغل مع ال 20 وال 5 والرقم اللي يطلع ترجع تقسمه تاني. ليه يا عم العبث ده؟ تمام؟ انا هنا حفظت لك اي رول جديد ولا معايا ولا مش معايا ولا اي حد مع اي حد. اتفقنا كده؟ فكك ما تقعدش تحفظ قوانين جديده. امال افهم بس ان في كونستنت. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي فوق قد اللي تحت قد اللي تحت قد ايه؟ الفولت بتاعهم كلهم. وصل كده يا معلم؟ طيب تعالى هنا مستر القانون ده اصلا جه منين؟ اقول لك بكل بساطه يلا
مش يا مستر احنا بنقول اي توتال في ار البارلل ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2؟ جدع صح ولا غلط؟ يلا ما يا مستر اي توتال اللي هي ب 3 اهي في الار البارلل مش هما 2 فالاجابه برودكت على السم؟ جدع فلا هي 3 تايم 6 على 3 بلس 6 مش ده يا مستر ايكوال 3 اي 1؟ اه اقول لك ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الثلاثة دي طارت مع الثلاثة دي فتبقى اي 1 بمين؟ اي التوتال فار مش بتاعتي على ار 1 زائد ار 2 يا ابن الذين مش ده يا مستر ايكوال 6 اي 2؟ اه فهشطب المرة دي الستة يبقى 3 في 3 على 3 زائد 6 اهو تمام؟ حتى اللي مش بقول لك ما تشتغلش بيه فهمتك برضو جه منين؟ عشان تبقى انت فاهم الفيزيكس دي يا جماعة اي حد يقول لك ان دي حاجة حفظ تمام ما تفهمش جت منين ولا دي هي جت كده ولا هي لقيناها كده اعرف ان ده كده غلط تمام الفيزيكس لو مش فاهم كل حاجه جت منين وراحت فين وفاهم على الاقل للمعرفه تمام وانت بتحل يا عم حل بالطريقه اللي تريحك عشان كده دايما واحنا بنحل تلاقينا بنحل بطريقه واثنين وثلاثه زي اللي في الكويز بيقول لك ايه يا عم حل اللي انت عايزه دي عجبك تمام التاني دي عجبك تمام واحد رابع دي عجبك تمام حلو فبحاول اعصر لك دماغي اقول لك كل الافكار وايه واختار اللي انت عايزه اتفقنا دايما كلمه لبلار كل حصه لو انت دخلت الامتحان لو المستر بتاعك دخل الامتحان هيقفل الامتحان صح فانت مطالب منك كطالب في اي ماده علميه تعمل حاجه واحده بس تاخد دماغ المستر تحاول تفهم هو بيفكر ازاي بيفكر بكام طريقه بيفكر منين السؤال لو جاله هنا بيلعب ازاي تمام زي برضو اللي عملته في الكويز اللي فات لما علمتك ازاي حتى تستخدم غباء اللي بيحط الامتحان فاكر في الكويز لما السؤال اللي هو بتاع الار الار زاد وهو كان بخمسة مفيش رقم اعلى من خمسة غير رقم 21 مع انه كان في تركه الدرون يونيفورملي بس خلاص اختار دي يا معلم فلازم دايما تتعلم وانت في الدرس تاخد دماغ المستر اللي قدامك تفهم هو بيفكر ازاي وتحاول تقلده تحاول تفهم دماغك لو دارت زي ما المستر دماغه بتدور هتعرف تحل كويس جدا تمام وانا على قد ما اقدر تاني طول السنه بقول لك كل حاجه انا بفكر فيها كل حاجه بفكر فيها بالحصه كل حاجه كل القوانين الجديده اللي احنا بنخترعها مع بعض اي بتنجان هنعمله هقعد اقول لك ازاي بفكر فيه عشان من الاخر تبقى طول السنه اه انت داخل الامتحان بدماغ انا مش بدماغك انت وصلت يا معلم يلا بقى حد عنده مشكله في دي تمام فهمت دي جت منين وبقول لك فكك منها مش عايزك تحل بيها اصلا ليه دي اخرها بتحل مين اتنين ريزيستنس طب افرض بقى يا معلم في الامتحان عندك 20 ريزيستنس عندك 3 ريزيستنس يا عم هتقعد تعمل ايه ولا اي حاجه صح هو يا عم ما فصلكش غير قانون واحد في ايكوال اي في ار ده اللي قايل لك من بدري قانون مين قانون الجوكر واي حاجتين بتجيب منه الثالث وينجز ونطهم فوق السور وصل كده يا معلم طيب تعالى بقى كده نشوف في الملزمه مين فين راح ازاي السؤال بيقول لك ايه لما تيجي تعمل حاجه اسمها كارنت ديستريبيوشن ان بارل واي اهو اه كارنت بيتقسم في البارل بنعمل ايه والله العظيم قلت لك ايه اول حاجه بشوف البوتنشال اول حاجه بشوف البوتنشال ديفرنس بتاع كله على بعضه الجزء البارل اللي هو مين اي توتال في ار البارل صح مش ده يا مستر جبت الفولت يعني ايكوال الاولاني ايكوال الثاني ايكوال مين ايكوال الثالث صح فمن الاخر القانون اي توتال في ار البارل لازم بارل يعني لو جنبي حاجه سيريس ماليش دعوه بيها ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2 ايكوال اي 3 في ار 3 وصل كده يا معلم طيب يلا اللي بعده تعالى بقى نبتدي نحل اصلا اسئله دول سيبهم لك فاضيين عشان نحل مستر المستر قال لي وانت بتحل دماغك متقسمه نصين ما لهمش تالت يا اما ارقام زي بعض بالتساوي يا اما ارقام غير بعض القانون وما تفكرش وخد الدرجه وامشي اتفقنا يلا مستر في 4 امبير صح هيتقسم على 3 وال3 ما تكملش الرقم ضد الرقم يبقى بالتساوي يبقى فوق 2 امبير تحت 2 امبير ستيبس لا من غير ستيبس اتفقنا اللي بعده 3 امبير يا مستر هيتقسم في 1 وال2 اه دول غير بعض وخلي بالك ده نص مش عايزك مش عايزك تقول لي ده نص ده وده ربع ده والكلام ده ليه انا عايزك تجيب درجه دلوقتي تمشي جنب الحيطه تقول له ايه مش دول يا عم ارقام غير بعض اه يبقى اي توتال في ار البارلل صح ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار 2 فكر برضو كده قبل ما احل اقعد حل انت لوحدك طيب يلا الاي توتال هي بكام 3 امبير يا مستر في ار البارلل اه ده 1 تايمز 2 على 1 بلس 2 صح يعني 2 على 3 يعني دي كلها ممكن اشيلها واحط مكانها كام بكام 2 على 3 اهو جبت دول مع بعض 2 تايمز 3 على 2 بلس 3 تطلع بكام 2 على 3 يعني اللي عايز يشوف الستبس ايكوال والله يا مستر 1 1 اي 1 ايكوال 2 اي 2 حلو ما مستر الثلاثه دي هتطير مع الثلاثه دي يبقى اي 1 بكام 2 على 1 بكام ال 2 امبير
واي 2 2 على 2 بكام؟ ب 1 امبير. يا ابن اللذينة فعلا. ما تعالى باب الفهلوه مستر، مش ده نص ده؟ يبقى الاي اللي فوق دبل الاي اللي تحت، يبقى فوق 2 امبير والثاني 1 امبير بشرط عشان هنا 3. طب افرض جاب لك رقم رخم 2.5 مثلا، هتقسمها ازاي بالتساوي؟ فاهم؟ هتضطر تعمل 2.5 ديفايدد باي 3 وتعمل تايم ستول اللي فوق والباقي ياخده اللي تحت. فاهم حاجه؟ مالهاش لازمه، فكك انت اصلا ما فهمتش اللي انا قلته دلوقتي، تقيل عليك شويه فكك. تمام. تعالى يا عم اللي بعده. يلا يا باشا، ممكن برضو نكبر دي كده سنه عشان ايه واحنا بنحل نكون شايفين احنا بنحل ايه. يلا يا معلم اللي بعده. بقى اللي بعده very important. ايه ده بقى مستر؟ ركز بقى مستر، انا عندي بطاريه واتنين ريزيستنس بارل، ايه ده اعمل ايه؟ بص بقى بعد اذن حضرتك ركز كويس جدا بين السؤالين اللي فوق والسؤال ده، ايه الفرق بينهم؟ لو حد رايق كده يقول لي ايه الفرق بينهم. السؤالين اللي فوق ده يا معلم ده جزء من سيركت ولا سيركت كامله؟ مستر ده جزء من سيركت، ده سيكشن مقطوع. يعني انا مثلا ممكن يكون جنبي هنا ار، ممكن يكون في ار ثانيه بطاريه، انا كل ده مش شايفه صح؟ فده جزء من ايه؟ سيركت. اما دي يا مستر لا يا ريس دي سيركت كامله. اعرف من ايه سيركت كامله؟ انا عندي باتري، عندي ارات، عندي حاجات، عندي كل حاجه كامله صح ولا غلط؟ طيب هنا بعد اذنك عايز كده بس اقول لك نوت. ايه هو يا مستر النوت؟ لو معاك سيركت كامله، لو ايه معاك سيركت كامله، ودي يا مستر احسبها من الستبس. يعني ايه؟ انت قصدك تقول يا مستر دلوقتي انت بترتب دماغي؟ ايوه برتب دماغك، بعلمك لما بلاقي سيركت كامله بنفكر ازاي. فانت كده بقت كل حصه في المنهج انت تاخد من الحصه انا بفكر ازاي لما باجي احل. والله سيركت كامله بعمل كذا، الاسلوب بعمل كذا، اسئله الاراد بعمل كذا. وصلت؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه هتعملها تطلع تجري تجيب، تطلع تجري تجيب مين؟ ار ايكويفالنت حتى لو ما طلبش. اتفقنا؟ يبقى اول حاجه في السيركت كامله من غير ما تفكر اطلع اجري اجيب مين؟ ار ايكويفالنت حتى لو ما طلبش. طب تاني حاجه يا مستر اطلع اجري اجيب مين؟ اي مين. اي مين؟ مين. وخلي بالك بقى دي يا مستر دلوقتي بقت سيركت كامله صح ولا غلط؟ يعني لازم البطاريه ممكن يكون فيها ار انترنال وممكن لا صح؟ فقانون الاي مين، هل في بي على ار ايكوفرنت بس ولا في بي على ار ايكوفرنت زائد مين؟ زائد ار سمول. لازم الار سمول معانا ولا لا؟ لازم يا مستر يكون الاي سمول معانا صح؟ الار سمول معانا. يعني هنا بقى الاي مين في بي على ار ايكوفرنت زائد مين؟ زائد ار سمول. يا عم جبت ده كل الارات وكل الايات، بعد كده نبتدي نشوف السؤال طالب منك ايه. طب هنا بقى مستر الار ايكوفرنت لو في البارل بس؟ لا يا حبيبي انت هنا بتشتغل على سكيل السيركت كامله، ففي كبيره ايكوال اي كبيره في ار كبيره، يعني هي مين؟ كل الارات يا عم اللي عندي في السيركت. وصلت؟ مش فاهمه يا مستر. يعني اعمل ايه؟ هنا مستر سيركت كامله دي ولا لا؟ سيركت كامله. اجيب الار ثاني، جيب الار كله بتاع السيركت، وهنا الحمد لله ما عنديش غير البرل دول بس صح؟ فاول حاجه اقول له الار ايكوفرنت دول برودكت على السم، يعني 3 تايمز 2 على 3 بلس 2 تطلع 6 على 5 اللي هي 1.2 اوم. قشطه؟ يبقى الحمد لله جبت الار ايكوفرنت. يا عم ده ما طلبش، ده طالب اي 1 واي 2. يا عم انت مالك؟ هو انا اصلا ينفع اجيب اي 1 واي 2 من غير ما اعرف الكهرباء اللي جت اتقسمت؟ صح؟ ما انا لازم اعرف هي كام اللي هتتقسم، فكده كده مش هعرف حل دلوقتي. ماشي حلو، جبت الار ايكوفرنت. تاني حاجه مستر قال لنا اجيب الاي مين؟ اي مين. والمستر قال لك ركز ده احسن يكون في مين؟ ار انترنال. يا ابن اللذينه دي موجوده صح؟ طيب اقول اي مين ايكوال مين؟ في بي اللي هي كام؟ على ار ايكوفرنت زائد ار سمول. يلا يا مستر الفي بي اللي هي بكام؟ 6. ار ايكوفرنت اللي هي بكام لسه مطلعها؟ 1.2. الاي الار انترنال اللي هي بكام؟ 0.8. طيب مستر 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3 امبير. الحمد لله. عارف ده معنى ايه؟ يعني ايه يا مستر كلمه اي مين؟ والله الاي مين دي الاي اللي طالع من البطاريه، الاي اللي طالع من البطاريه. يعني هنا كام؟ 3 امبير. حلو. 3 مشي كده يا مستر، طلع هنا حصل له في النقطه دي هيتقسم. ما ده الكرنت ديفايدر بقى صح؟ مستر ما تفكرش رقمين زي بعض ولا مختلفين؟ مختلفين. افكر؟ لا. اي توتال فار البارل ايكوال اي 1 فار 1 ايكوال اي 2 فار 2. ما تقعدش توجع دماغك يا مستر صح ولا غلط؟ جميل. اي توتال اللي هي بكام؟ الثلاثه. اصلا يا مستر من غير ما اعمل الستبس دي كنت عمري ما هعرف اجيب مين الاي اللي لسه هتتقسم صح ولا غلط؟ تمام. اي توتال هي 3 في الار بره اللي هو بكام؟ 1.2 صح؟ ايكوال يا مستر مين؟ والله 3 اي 1 ايكوال
2 اي 2 صح ولا غلط؟ جميل جدا. يلا الثلاثه طارت مع الثلاثه يطلع اي 1 بكام؟ 1.2 امبير. اه يبقى دي يا عم بكام؟ 1.2 امبير. اهو الثلاثه طارت مع الثلاثه يبقى اي 1 ب 1.2. طيب هنا 3.6 مع 3 في 1.2 3.6 ديفايدد باي 2 تطلع اي 2 بكام؟ 1.8 امبير. يبقى دي يا عم بكام؟ 1.8 امبير. مستر عايز اتشيك انا حليت صح ولا غلط؟ 1 و2 1 و8 كام؟ ها؟ 3 يا ابن اللذينة. يعني رجعوا هنا يتجمعوا كام؟ 3. لا يبقى انا حليت صح. طيب مين بقى اللي هيحل غلط؟ اللي يقول لي بص مش البطارية 6 فولت؟ جدع. فالستة دي هتتقسم على 3 و2 فيقول لي 6 ديفايدد باي 3 بكام؟ اهو ده اللي هو التفكير غلط، بقول لك ده ما تعملوش. 6 ديفايدد باي 3 بكام؟ ب 2 امبير. و6 ديفايدد باي 2 بكام؟ 3 امبير. اه يا ابن اللذينة 3 امبير سبحان الله بتبيض بتتقسم 2 و3 5. هنا بعرف ان انا حليت غلط. طب ليه يا مستر حليت هنا غلط؟ عشان انت هنا ما خدتش بالك من حاجه، ان هنا في ار انترنال كانت جزء من السته ولا لا؟ هقول لك حاجه، عارف هنا لو ما فيش ار انترنال اجابتك هتكون 100% صح. بجد؟ اه طبعا. ليه؟ هو الفكره الار انترنال اللي هي خلت جزء من البطاريه، يعني 6 فولت ما طلعتش كلها، طلعت جزء منها. فهل ان الثلاثه والاثنين دول خدوا السته؟ خدوا اقل من 6، فعمري ما هعرف اعمل 6 ديفايدد باي 3، فهمت كده؟ امال هم خدوا كام؟ اهو 3 في 1.2 3.6. اه يعني قصدك تقول لي السته اللي خرجت خرجت صافي؟ لا دي خرجت 3.6 بس. وصلت كده؟ حلو جدا. يلا تعالى يا عمي شوف اللي بعده. صور كده او حلها معايا وشوف اللي بعده، تمام؟ يلا يا ريس. اللي بعده. اخر ثلاثه اهو. يلا 4 5 6 وقف الفيديو، حاول كده تحلهم مع بعض وبعد كده شغل الفيديو وشوف انا حليت ازاي، تمام؟ يلا يا معلم تعالى نحل مع بعض هنا. طبعا بعد ما تشغل فيديو، مش على طول بقى انت عارف انا الناس اللي هي انجز يا شوف بتعمل ايه وخلاص، لا عايزك تحل معايا عشان كده اصلا حتى سايبها لك فاضيه في الملزمه. ليه؟ عايزك تشتغل معايا كده تفكر يعني، ماشي؟ طيب وطبعا البيست كيس سيناريو بتعمل ايه؟ تحل دول اولا في ورقه بره. يعني انا عارف ان انا سايب لك مكان فاضي، ما تعملهاش دلوقتي، حلها في ورقه بره. بعد كده اليوم اللي تذاكر فيه الدرس هو بعد ما تذاكر الدرس ترجع تحلهم فين؟ في الملزمه. طب يا عم ذاكرت الدرس وحليتهم في الملزمه، بعد كده اعمل ايه؟ تعمل بقى اخر خطوه اللي هي مين؟ وانت بتيجي المره الجايه او قبل ما يعني خلاص انت هنا مثلا فاتح الحصه الجايه تبتدي تراجع كل ده تاني، تبتدي بقى تقرا اللي انت كتبته طبعا مع المايند ايه؟ طبعا مع المايند ماب. وصلت كده؟ يلا يا معلم اللي بعده. ايه ده؟ شش. سيركت ما مش هفكر. ار ايكوفالنت. ده بقى الرايق. حلو؟ انا اتعلمت فمش هقعد اغلط كتير. ده سيركت ار ايكوفالنت. يا عم هو طلب ايه؟ مالكش دعوه. النظام يمنع الغلط، نظم دماغك هتلاقي نفسك بتبتدي تحل صح لوحدك والاجابات بتطلع لوحدها، تمام؟ طيب ايه هنا؟ اه 2 و2 بكام؟ بواحد. طيب بعد كده اجيب الاي مين، اي مين في بي على ار كوفرنس زائد ار سمول. مستر مفيش ار سمول، بزيرو خلاص فكك منها عادي. يبقى 12 على الواحد فيها كام؟ 12 امبير. يا ابن اللذينه يعني قصدك تقول لي هنا يا مستر الكهرباء ماشيه ب 12 امبير؟ اه الاي اللي طالعه من البتري. يلا هتمشي من هنا طلعت فوق، لا الطريقين مستر قد بعض ولا مختلفين؟ قد بعض. خلاص يبقى ال 12 دي تتقسم على 2، 6 فوق و6 تحت. خلصنا يا عم الستبس مالهاش لازمه، مش هم قد بعض، الرقم على العدد وننجز، اتفقنا؟ يلا اللي بعده. ايه دي؟ سيركت. شت ما كملش. ار ايكوفالنت 15 15 15 الرقم على العدد عشان هم برر 15 على 3 تطلع بكام؟ 15 على 3 5 5 اوم. حلو جدا مستر خلي بالك في ار انترنال، يبقى تعالى نجيب الاي مين. اي ايكوال في بي على ار ايكوفالنت زائد ار سمول. 18 على 5 زائد 1 18 يا مستر على 6 فيها كام؟ فيها 3. جامد اهو. اه يبقى الكهرباء مستر اللي ماشيه من هنا كام؟ 3. بقول لك ايه؟ زي الرقم ولا مختلفين؟ نفس الرقم، يبقى الثلاثة دي هتتقسم على مين؟ ليه دعوة بهم بكام؟ ماليش دعوة، أنا ليه دعوة هم كام رقم؟ 1 2 3، ماليش دعوة هم 15 100 مليون، أنا مالي؟ يعني أنا ماليش دعوة ب 15 أوم 20 أوم 30 أوم، أهم حاجة إن هم قد بعض، صح؟ ولو قد بعض دايماً الرقم على مين؟ على العدد، يبقى الثلاثة على الثلاثة كل واحد ياخد 1 أمبير، 1 أمبير، 1 أمبير. وصل كده يا معلم؟ اللي بعده. مستر سيركت ما تكملش، أر إيكوفالنت. صح؟ أنا كده علمتك في السيركت بتعمل إيه؟ جزء من السيركت بتشتغل إزاي؟ تمام؟ يلا 6 و6 و6 6 على 3 فيها كام؟ ال 2 أوم. أي مين؟ أه طبعًا نعرف نجيب الأي مين. في أر انترنال بس؟ لا 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 18
على 2 فيها كام؟ 9 امبير صح؟ اه يعني هنا مستر في كهرباء بكام؟ 9. مستر دول ماليش دعوه هما كام واحده؟ مش 3 قد بعض؟ اه يبقى التسعة دي تتقسم على كام؟ على 3. تطلع كل واحده تاخد كام؟ 3 فوق 3 تحت 3 تحت. وصلت كده؟ بس كده شكرا. تمام كده يا معلم؟ حد عنده مشكله؟ اه انت كده مشيت ايدك اتعلمت ازاي اقسم الكهرباء. تمام؟ طيب تعالى بقى ادخلك في سكيل اكبر شويه واعمل لك سؤال عمره ما يجي في الامتحان. تمام؟ بس سؤال عشان نقعد بقى نشغل ايدينا كتير جدا، وبرضه عايزك تقف في الفيديو وتحله لوحدك. تمام؟ ايه السؤال اللي بعده؟ وقف الفيديو دقيقه وبعد كده شوف يا معلم السؤال ده هيتحل ازاي. تمام؟ طيب واحده واحده كده. السؤال بيقول لك ايه؟ عندي الكرنت، هو السؤال طالب مين؟ بيقول لك كالكوليت الكرنت باس ثرو ايتش ريزيستور ان سيركت. يعني ايه يا معلم؟ يعني قصدك تقول لي الار اللي قول لي الكهرباء اللي ماشيه في كل ار من دول؟ صح. اه مستر الكهرباء هتمشي في 1.5 وتتقسم في ال 3 و 6 ترجع تتجمع تمشي في ال 2 وال 3 وال 6. يا نهار ابيض. يعني قصدك تقول لي هتمشي هنا كام وهنا كام وهنا كام وهنا كام وهنا كام وهنا كام؟ ايوه. طيب تعالى يا عم نحل دي مع بعض. هنعمل ايه؟ ها؟ يلا واحده واحده كده. بنعمل ايه؟ مستر مش دي سيركت انجم؟ لا. اعمل ايه؟ ار ايكويفالنت بامانه. اه السؤال ده اقول لك حاجه لامي مش شطر من اوله لاخره. طيب اولا دول برر ولا سيس؟ 6 وال 3 برر كان بيدوني 2 حليناها كتير قوي. وال 2 وال 3 وال1 برر حليناها كتير قوي كان ب 1 اوم. فاكرين؟ اه يا عم دول 3 تايمز 6 على 3 بلس 6 ورايا بالكالكوليتر هتلاقي ب 2 اوم. ودول اه ده اكتر من 2 صح؟ يبقى ايه؟ 2 باور نيجاتيف 1 زائد 3 باور نيجاتيف 1 زائد 6 باور نيجاتيف 1 اول باور نيجاتيف 1 يدوني كام؟ 1 اوم. حلو. 1 و2 وال1 ونص يبقى كلهم كام؟ 2 1 ونص واحد يدوني كام يا معلم؟ 4 ونص اهو. حلو؟ تاني حاجه يا مستر اجيب مين؟ اي مين اللي هو مين؟ في بي اللي هو كام؟ 15 على ار ايكوفرنت 4.5 زائد ار اسمه اللي هو كام؟ 0.5. كل ده يا عم يديني كام؟ 3 امبير. اه يعني قصدك يا مستر تقول لي الاي مين اللي طالع من البطاريه 3 امبير؟ اه اهو. طيب عايزك تفهم سيركت مش عايزك تبقى حافظ ومتهور. ويعني يا مستر الاي مين؟ الاي اللي طالع من البطاريه. حلو اهو اللي طالع من البطاريه اهو. يلا هنا ده اتشالت ولا ما اتشالتش؟ لا. يعني قصدك تقول لي ال 1.5 دايما بياخد الاي مين؟ اقول لك حاجه دايما السيريس بياخد الاي مين. اه يعني اولا كده الاي بتاع ال 1.5 واخد كام؟ 3 امبير. حلو كده؟ جميل جدا. طيب مستر عدى كمل زي ما هو 3 امبير. هيحصل ايه في النقطه دي؟ هيتقسم يا مستر اي 1 واي 2. اه يبقى لازم اجيب اي 1 واي 2 ولا لا؟ اه بنحلها ازاي يا مستر؟ اي توتال فار البر ايكوال اي 1 فار 1 اي 2 فار 2 صح؟ اي توتال اللي هو بكام؟ 3 اهو. يبقى اولا بعد كده في كهرباء 3 امبير هتمشي في كام وكام؟ ال 3 وال 6 صح؟ اقول له ايه؟ اي توتال اللي هي ب 3 اهي 3 ار البر اللي هي بكام؟ ب 2 ايكوال 3 اي 1 ايكوال 6 اي 2 صح؟ يبقى اي 1 بكام؟ 6 على 3 تطلع ب 2 امبير. اي 2 بكام؟ 6 على 6 فيها 1 امبير. شفت سولف الكالكوليتر او ودي بالديفايدد. اه يبقى خلاص يبقى مستر الثلاثه دي هتتقسم 2 امبير 1 امبير. عايز اتاكد 2 1 يا ابن اللذينه طلعوا لي 3 صح؟ ادخل السؤال ده معاهم؟ اتقل ده الثلاثه دي لسه هيحصل لها في الحته دي؟ هتتقسم يا مستر اي 3 واي 4 واي 5 مثلا. ايه يبقى نحل السؤال مره ثاني. هقفل دي اولا ده جزء الواحده اهو. اقول له ايه؟ اقول له اي توتال اللي هي الثلاثه اهي. فار البرل مش 2 و3 و6 ادوني 1 اهو؟ اه ايكوال 2 اي 1 ايكوال 3 اي 2 ايكوال 6 اي 3 صح ولا غلط؟ اه اعرف اجيب اي 1 اه 3 على 2 شاطر. اعرف اجيب اي 2 اه 3 على 3. اعرف اجيب اي 3 اه 3 على 6 صح ولا غلط؟ يا ابن اللذينه شاطر. فمن هنا اعرف احل ولا لا؟ طبعا تعرف تحل. وانت هنا خلاص بقى دماغك متقسمه صح ولا غلط؟ طب مستر يلا يبقى اي 1 بكام؟ يلا تعالى نحلها. اي 1 هنا 3 على 2 ب 1 ونص. اي 2 3 على 3 ب 1 امبير. اي 3 3 على 6 ب 1 اوفر 2. يا ابن اللذينه تعالى كده ما نشوف. 1 ونص 1 2 ونص مع نص 3 صح؟ اه يبقى دخل 3 تقسم 3 رجع تاني اتجمع بقى كام؟ 3 رجع للبطاريه. يا ابن اللذينه ده بقى مفهوم كلمه سيركت. ازاي الكهرباء بتمشي؟ ازاي الكهرباء بيتقسم؟ قلت لك ايه قانون جديد؟ بامانه لا دايما بشتغل بفي ايكوال اي في الار. تمام كده؟ تمام. السؤال ده مهم؟ لا. ليه لازمه؟ انا بس عشان ايه؟ امشي ايدك في المنهج. احنا هنا اشتغلنا بالار ايكوفرنت، جبنا الاي مين، وعندي ار باتري، وعندي عملنا كل حاجه يعني. فهنا يعتبر عدنا الشطر من كله مين؟
لاخره. وصلت كده يا معلم؟ طيب ده اول سؤال. في بقى يا معلم نوع اسئله تاني ده بيجي في الامتحان بصراحه، بصراحه لا ده زمان خالص ايام النظام القديم جدا اللي هو كان يقول لك السؤال باربع درجات تمام. عادي يا عم ده كان ممكن يجي وبرده مستبعد قوي عشان في كذا كهرباء او بتتقسم صح. طيب الاسئله بقى اللي بتيجي ايه دايما بيجيب لك جزء من سيركت. يعني ايه يا عم جزء من سيركت؟ سؤال زي ده كده تمام. ركز كده رايس معايا اهو هنا اهو. افرض بقى مستر اداني جزء من سيركت، اداني ايه جزء من سيركت؟ يعني ايه مستر اداني جزء من سيركت؟ سؤال زي ده بقى كده، ودي بقى اسئله الامتحان وده بقى السؤال اللي يجي. قال لك عندي حاجه كده اهو اهو اتنين اوم ستة اوم حلو اهو خلي دي كده اهو ستة اوم اتنين اوم وهنا كده عمل لي بطارية دي وقال لك هنا اربعة. سؤال زي ده بيجي لك في الامتحان مستر وهل ده سيركت كاملة ولا جزء من سيركت؟ لا يا مستر ده جزء من سيركت. سؤال بيقول لك ايه؟ if reading of voltmeter eight volt find reading of ammeter. find reading of mean ammeter يعني ايه يا عمي؟ قال لك الفولتميتر ده كام؟ 4 فولت. قال لك انا عايز اعرف الاميتر ده هيبقى كام؟ حلو؟ طيب مستر بعد اذنك قسم لي دماغي. اعرف دايما طول ما انت تايه هتحس ان الفيزيكس رخمه. طول ما دماغك متقسمه اه يا عم والله لما بلاقي كذا بعمل كذا. لما بلاقي السيركت كامل اري كوفرنت تايمين بشوفه طالب ايه؟ هتلاقي الاجابه طلعت لوحدها. طب هنا بقى مستر افرض لقيت جزء من سيركت بقى انا ما عنديش غير حاجه واحده بحل بيها. ايه هي؟ هتقسم لي دماغي يا مستر؟ ايوه طبعا. ايه هي؟ ما عنديش غير قانون واحد وحيد يتيم. ايه هو؟ V equal I في الار. يا راجل ايوه. اطلع اجري دور على اي حاجتين جيب منهم التالت. دايما كده كنت بقولها حتى لدفعات فاتت، شمشم شمشم على اي حاجتين في السؤال جيب منه التالت. يعني ايه يا عمي؟ يعني قصدك تقول لي لو معايا V والار اجيب اي، اي وار اجيب ال V، V وار اجيب اي، اي بتنجان، اي حاجتين جيب التالت. يبقى اول حاجه دور على اي حاجتين جيب حاجتين جيب تالتهم بس كده مستر؟ لا، مع استخدام السيريس والبارل. مع استخدام مين؟ حاجتين السيريس والبارل. يعني يا مستر مع استخدام السيريس والبارل؟ اصلا يا مستر في السيريس الاي ماله كونستانت بس الفي تتقسم. طب وفي البارل الفي كونستانت بس الاي بيتقسم. مش فاهم حاجه، افهم بس دي كده واكتبها معايا واكتبها نوت لما بلاقي جزء من سيركت ويكون طالب حاجه. اوعى تبقى عبيط وتدور على ناقصك. يعني انا عارف دايما الناس اللي لما تبص على السؤال ده يقعد يبص على الاميتر. ما يا غبا انا طالبه منك اكيد مش هديك الاجابه هنا صح؟ امال دور على اللي معاك تجيب منه اللي مش معاك. اتفقنا على دي؟ طيب المستر قال لنا شمشم عليا حاجتين جيب منهم التالت. هو ايه؟ اولا في السؤال بيقول لك الاميتر قال 8 فولت. اه يعني قصدك تقول لي هنا يا مستر 8 فولت؟ ايوه. هنا مين؟ 8 فولت. طيب وهل يا مستر ال 8 فولت دي بتاعت السيركت كلها؟ استحاله. شوف الفولتميتر محطوط من فين لفين؟ محطوط من النقطه دي اهي لحد مين؟ النقطه دي لحد مين؟ النقطه دي صح ولا غلط؟ موجود من اول فين لفين؟ النقطه دي اهو يا مستر لحد النقطه دي بس. اه يعني ال 8 فولت دي موجوده على الحته دي بس اهو صح؟ اه مستر المستر قال لنا دور عليا حاجتين جيب منهم التالت. ما انا معايا الفولت والار تعرف تجيب تالتهم اللي هو مين؟ الاي يا ابن اللذينه. يعني الاي ايكوال في على ار اللي هو 8 على 4 فيها كام؟ ال 2 امبير. وصلت؟ الحمد لله جبت حاجتين اهو 2 امبير. طيب مع استخدام السيريس والبارل. اصلا يا مستر في السيريس الاي ثابته بس الفي بتتقسم والبارل الاي بتتقسم. ثانيه هو انا يا عم مش طالب الاميتر اللي هو هنا؟ اه. هل ده موجود في الاي مين؟ ليه بقى واحد ذكي يقول لي بس ال 2 امبير دي هتمشي تحت يا مغفل ايه اللي انت بتقوله ده هنا؟ هو هل ال 2 امبير دي هتسيب اللي فوق هتقول ده ابن كلب وتمشي؟ استحاله صح؟ هيحصل ايه في النقطه دي؟ مستر هتتقسم اي 1 واي 2 والاميتر موجود في اي 1 ولا في اي 2؟ اهو موجود هنا يعني هيقرا مين؟ هيقرا اي 2 صح ولا غلط؟ اه. فانا عشان اجيب الاميتر ريدنج مستر ده كارنت ديفايدر. اسال نفسك سؤال دول رقمين زي بعض ولا مختلفين؟ مختلفين يا مستر. فحله ايه؟ اي توتال في ار البارل صح؟ ايكوال اي 1 في ار 1 ايكوال اي 2 في ار مين؟ اي 2 في ار 2 صح؟ يلا مستر انا اساسا عايز اي 1 في حاجه؟ استحاله. فعلى طول عايز مين؟ اي 2 في ار 2. وصلت؟
يعني اقول له اي توتال اللي هي بكام؟ بالاثنين. ار البارل 6 تايمز 2 على 6 بلس 2. ننجز بقى ايكوال، انا عايز اللي فوق في حاجه، انا عايز اللي تحت، يبقى 2 اي 2. صح ولا غلط؟ يلا دي هتطير مع دي تبقى كام يا معلم؟ تبقى 2 تايمز 6 12 على 8، يبقى اي 2 بكام؟ 12 على 8 امبير. شكرا خلصنا. وصلت؟ فهمت انا بعمل ايه؟ اهو دورت على حاجتين جبت منهم الثالث واستخدمت مين ومين؟ السيريس والبر. وصلت كده يا معلم؟ فهمت دي؟ طيب تعالى بقى كده يا باشا نشوف الاسئله بتقول لك ايه. السؤال ده بس اولا في حاجه غلط، معلش في الملزمه عندك اشطب الاربعه دي، او انا هتلاقيني بظبطها لك في الملزمه كان مش موجود. اشطب الاربعه دي والثلاثه دي، فكك السؤال كده من غير الرقمين دول. حلو؟ طيب السؤال بيقول لك ايه يا معلم؟ عايز ريدنج بتاع الاميتر فولتاميتر. عارف الذكي اللي هيقعد يبص على الاميتر ويقعد يبص على الفولتاميتر ويبقى عايز يحل، يا مغفل اكيد مش هديهم لك لو طالبهم، صح؟ مستر ده جزء من سيركت ولا سيركت كامله؟ اصل لو سيركت كامله انا تفكيري ار ايكوفلنت تايمين، لو جزء من سيركت شمشم دور اتشقلب على اي حاجتين جيب منهم التالت. فين 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 هنا؟ الاي اهو هنا السؤال. واحد اصلا ده مغفل كبير يجي يحل السؤال ده يقول لك مش عايز الفولتاميتر. الواحد امبير ده بعوني لا يا معلم هيمشي كده كمل هنا هناك خالص، يبقى الفي واحد في 4 ب 4 فولت. ده صح ولا غلط؟ استحاله. هو هل يا معلم هنا بقى بعد اذنك ركز كويس جدا عشان تكون فاهم سيركت كويس. هو هنا يا مستر الواحد امبير ده قبل النقطه دي ولا بعد النقطه دي؟ اصلا تفرق. لو قبل النقطه دي يا مستر فده لسه هيتقسم ويرجع تاني يتجمع يرجع زي ما هو. تمام؟ اما لو جوه النقطه خلي بالك ده الواحد ده قصدك تقول لي ماشي من النقطه دي لحد مين؟ النقطه دي بس. يعني ايه؟ يعني ماشي في الحته دي بس. يا ابن اللذين. اما لو كان ماشي هنا يعني لو كان السؤال كده مثلا واحد امبير، لا ده لسه واقف في النقطه دي هيتقسم اي 1 واي 2، فده حماده وده حماده، ده حاجتين غير بعض، صح؟ اما هنا في الحته دي لا يا مستر ده الاي هنا او الواحد ده ماشي في السته بس خلاص. المستر قال لنا دور على اي حاجتين جيب منهم الثالث، صح ولا غلط؟ ما انا معايا اي وار اطلع اجري اجيب الفي ولا لا؟ من هنا لهنا اجيب الفي. واحد في سته بسته يا ابن اللذينه يبقى 6 فولت. صح؟ جبت حاجتين ثالث. المستر قال لي مع استخدام السيريس والبارلل، صح؟ البارلل الفولت ماله؟ كونستنت. يعني قصدك تقول لي لو فوق سته لازم غصب عني وعنك اللي تحت يكون كام؟ 6 فولت. ايه ده الله؟ اعتبره بازل بقى. بقى معايا مين ومين هنا؟ في وار. تجيب انت مين؟ ثلاثهم اللي هو مين؟ اللي هو الاي اللي هو في على ار اللي هو 6 على 2 فيهم كام؟ 3 امبير. شكرا جبت هنا الكهرباء ب 3 امبير. ومعنى ان الاميتر تحت يعني هو بيقرا الكهرباء اللي تحت، جبت الاي الار صح؟ الاي صح ولا غلط؟ حلو يبقى خلصت الحمد لله من اول واحد. عايز الفولتاميتر هنا بقى. هو يا جماعه مش الفي هنا ايكوال اي في الار؟ انا معايا الار ب 4 يعني لو جبت الاي اللي داخل هنا هعرف احل. هنا السؤال هو هل اللي ماشي في الاربعه الواحد ولا الثلاثه ولا الاثنين على بعض لازم في البارل يرجعوا يتجمعوا يا مستر؟ ما اصلا الواحد والثلاثه يتجمعوا يدوني كام؟ 4 امبير يا ابن اللذين. ايه ده الله؟ ده انا بقى معايا الاي ومعايا الاي والار تجيب ثلاثهم اللي هو مين؟ اللي هو الفي صح؟ اللي هو مين؟ 4 تايمز 4 ايكوال 16 فولت. ثاني يا مستر حاسس ان انا متلخبط بعمل ايه؟ دور على اي حاجتين جيب منهم الثالث مع استخدام مين ومين؟ مع استخدام السيريس والبارل وبرضه حللك بثلاثه تاني. يعني ايه يا عمي؟ طبعا اشطب هنا واشطب هنا. بعمل ايه؟ دور الحمد لله معايا اي ار جبت الفي يبقى من هنا لهنا اهو اي في ار 6 فولت. مستر الفولت في البارل كونستانت فلو فوق 6 لتحت 6 فولت. ايه ده الله بقى معايا الفولت والار تعرف تجيب الاي 6 على 2 فيها 3 امبير. مستر ما الفولت في البارل بيتقسم ويرجع تاني يتجمع يعني الواحد والثلاثه يتجمعوا يديني كام؟ 4. الحمد لله بقى معايا اي ار جبت مين؟ جبت الفي. دي طريقه. ايه ده في طريقه تانية؟ طبعا. ايه هي؟ مستر ايه يا معلم؟ بص كده مش احنا خدنا مستر في الكرنت ديفايدر الاي في الار اللي فوق هو الاي الار في اللي تحت؟ يعني قصدك تقول لي 1 تايمز 6 ايكوال اي تايمز 2 يا ابن اللذينه صح؟ والفولت كونستنت صح؟ طب اعرف اجيب الاي دي ولا لا؟ اللي تحت دي 6 على 2 فيها كام؟ 3 امبير. يا ابن اللذينه 3 امبير. طب ما الواحد والثلاثه يدوني هنا كام؟ 4. 4 في 4 اي وار جبت مين؟ جبت الفي. ايه ده يعني يا مستر في طريقه واثنين؟ في كذا طريقه يا معلم وانت هتحل بيها. وصلت؟ طيب اللي فهم دي يحل السؤال اللي بعده معايا.
هنا اهو يا معلم. ايه ده؟ سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك فايند الار. اه عايز مين؟ بس هنا اهو ادور اجيبها منين؟ ابص مغفل. اتفقنا ايه؟ اوعى تدور على اللي مش معاك، شوف اللي معاك جيب منه اللي مش معاك. حلو جدا. مستر هو ال 12 فولت دي موجوده على دي ودي ولا ده كله؟ جماعه السهم مكمل للاخر يعني من هنا لحد هنا. طبعا اقفل الفيديو وحاول كده تفكر لوحدك شوف هتجيبها ولا لا. تمام؟ يا اما شغل فيديو وحاول تتكلم معايا، حاول تفكر كده معايا. مستر هي ال 12 دي موجوده على كله ولا الحته دي بس ولا دي ولا مين بالظبط؟ كله يا عم. صح ولا غلط؟ جميل جدا. طيب فهنا لو هشتغل على الفي كله لازم اشتغل على الار كله عشان يبقى معايا حاجتين. طب هل انا معايا الار دي بكام عشان اقول ار كله؟ استحاله. صح؟ فكده مش هعرف احل. امال دور على حاجتين جيب منهم التالت. مين مين مين؟ الله ده انا معايا اي وار. اطلع اجري اجيب تلاتهم اللي هو مين؟ الفي. اي في الار، في ايكوال اي في الار اهو. يعني 2 في 4 بكام يا مستر؟ 8 فولت. ايه ده؟ يعني قصدك تقول لي من هنا للنقطه دي للنقطه دي بكام؟ 8 فولت يا مستر. حلو. ارجع للفكر اللي انا قلته لك، دور عليا حاجتين جيب تالت مع استخدام السيريس والبرل. اصلا يا مستر الفولت في السيريس بيتقسم صح؟ اه. يعني قصدك تقول لي ان دي سيريس مع دول. يعني لو دي كلها 12 ودي 8 غصب عني وعنك دي كام؟ 4 فولت يا ابن اللذينه. شاطر. ايه ده؟ الله جبت الفولت. ايه ده مستر؟ ده انا معايا الفي والار هنا ولا لا؟ اه فيو ار تعرف تجيب الاي صح؟ ما مستر هنا الاي في الحته دي 4 8 تطلع الاي بكام؟ 4 8 فيها كام؟ نص امبير يا ابن اللذينة. يبقى دي كام؟ نص امبير. حلو. بعد كده اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه المستر قال لي الكهرباء في البرل بتتجمع بتتقسم وترجع تتجمع صح؟ اه يعني قصدك تقول لي النص زائد كام يديني 2؟ 1.5 يا ابن اللذينة. يبقى هنا كام؟ 1.5 امبير. شاطر. طب مش انت مستر عشان تجيب الار محتاج الفي والاي؟ اه الحمد لله جبت الاي، فاضل الفي. اجيبه منين؟ ارجع مش الفي في البر الكونستانت؟ اه يعني لو اللي فوق 4 فولت اللي تحت برده كام؟ 4 فولت. يا ابن اللذينة يا مستر بقى معايا الفي والاي، تعرف تجيب الار ولا لا؟ تعرف تجيب الار. يبقى الار على طول بكام؟ في على اي اللي هو كام؟ 4 على 1.5 تطلع الاجابه بكام؟ 2.66 اوم. شكرا خلصنا. ايه ده يا ابن اللذينه؟ يعني هنا عملت ايه؟ قعدت ادور عليا حاجتين جبت منهم للتالت. اه يعني بسرعه كده بقى ايه اللي حصل؟ اهو يلا يا مستر. ايه؟ اهو مستر اي ار جبت الفي 2 في 4 ب 8 فولت، دي كلها 12 ودي 4 ودي 8 يبقى دي كام؟ 4 فولت صح؟ معايا الفي والار جبت الاي. مستر ما الفولت اللي فوق هو الفولت اللي تحت، يبقى اللي تحت 4 فولت صح؟ طيب ما ده نص وكام يديني 2؟ يبقى اللي تحت 1.5. بقى معايا اي وفي جبت مين؟ جبت الار. دي طريقه. في طريقه ثانيه؟ اكيد طبعا. وانا قلت لك ايه؟ هقول لك كل اللي بفكر فيه. ايه يا مستر الطريقه الثانيه؟ واحد برق يقول لي بقول لك ايه؟ هو مين مسؤول ان هو يدي الفولت بتاعه على السيركت؟ البطاريه صح؟ شاطر. صح ولا غلط؟ جميل. طيب هو هنا يا معلم مين يعتبر السيركت بتاعتي؟ او مين اللي باين قدامي دلوقتي؟ الاراضي دي كلها. دول وده. يعني دي كده تعتبر السيركت كلها صح؟ اه لحد دلوقتي. ومش دي لحد دلوقتي كل دول واخدين 12 فولت؟ اه. يعني يا مستر قصدك تقول لي الفي بي البطاريه ب 12 فولت؟ ايوه طبعا. شاطر. جميل. اه صح. اللي خد الفولت كله البطاريه، اللي واخد اللي بيدي الفولت كله للسيركت البطاري. ويعتبر الحته اللي انا شارحها دي او الحته اللي انا عاملها دي كلها واخده كام؟ 12. يعني يعتبر البطاريه بكام؟ ب 12. شاطر. حلو. والمستر كان قال لنا نوت دائما الاي اللي ماشي في السيريس اي مين؟ اه دائما الاي اكتبها عندك في الملزمه دي من ضمن الافكار اللي ماشي في السيريس ده دايما مين؟ اي مين يا مستر؟ جامد. اه يعني قصدك تقول لي هنا الاي مين بكام؟ ب 2 امبير. اي مين بكام؟ ب 2 امبير على وضعك. حلو. يبقى انا معايا البطاريه ب 12 والاي مين بكام؟ ب 2. حلو كده؟ طيب هو عايز مين؟ مش هو يا عم عايز ار من الارات؟ اه. طب انا مستر لو معايا الفي كبيره والاي كبيره تعرف تجيب الار ايكوفرنت ولا لا؟ اه. مش يا مستر الار ايكوفرنت ايكوال في بي على اي مين اللي هو الفي على اي؟ اه. اللي هو 12 على 2 فيها كام؟ 6 اوم. شاطر. مستر هو مش الار دي اللي هو 6 اوم دي يعتبر كل دول بستة؟ اه. اللي هم دي سيريس مع دول بارل. صح ولا غلط؟ اه. يعني قصدك تقول الار ايكوفرنت لو بقى جاي احسبها في السيركت الاربعه سيريس مع الثمانيه والار بارل.
يبقى اقول له الار ايكوفالنت ايكوال 4 سيريس بلس 8 تايمز ار على 8 بلس مين؟ بلس ار. كل ده مستر ايكوال كام؟ كل ده رايس ايكوال كام؟ لسه مطلعينها 6 اوم. صح ولا غلط؟ ايه ده الله؟ كله معايا ما عدا الاكس انون كالكوليتور شيفت سولف. قول له 4 بلس 8 تايمز اكس على 8 بلس اكس ايكوال 6. شيفت كالك ايكوال شيفت سولف ايكوال. تلاقي عامل الاجابه بكام؟ بامانه هتلاقي الاجابه الار ب 2.66 اوم. 2. مين؟ 66 اوم. شكرا خلصنا. وصلت كده يا معلم؟ ايه ده يا ابن لذينه؟ يعني هو الموضوع كله كده بس؟ ايوه هو كله كده بس، تمام؟ فانت لو فهمت دي كويس هتعرف تعمل اي حاجه تاني. وصلت كده يا باشا؟ طيب تعالى اللي بعده. سؤال بيقول لي مين؟ فاين في اي بي. يا مستر دي سيركت ما كملش. ار ايكوفالنت. يلا. كهرباء ماشيه من هنا في 2.5 طلعت، لا الطريق 2 الثالث بتقسم فيهم بس ال 5 وال 10 دول بارلل سيريس يدوني 10. 10 وال 10 ال 10 وال 10 وال 5 بارلل يدوني كام؟ 2.5. يبقى 2.5 مع 2.5 ب 2.5 زائد 2.5 5 اهو. طبعا كالكوليتر اهو 10 باور نيجاتيف 1 زائد 5 باور نيجاتيف 1 زائد 10 باور نيجاتيف 1 اول باور نيجاتيف 1 يدوني كام كل ده؟ 2.5 اهو. صح؟ حلو. الحمد لله مستر جبت الار ايكوفالنت. ثاني حاجه تطلع تجيبها اي مين. جامد. اي مين ايكوال في بي على ار ايكوفالنت زائد ار سمول. هنا في ار سمول يلا اللي هو كام؟ 15 على 5 فيها كام؟ 3 امبير. طيب هو مستر طالب مين؟ طالب في في اي بي. يعني يا مستر كان يحط الفولتميتر فوق الاي بي اهي، صح ولا غلط؟ سهله ولا صعبه؟ ولا اي حاجه. جماعه مش انا لسه جايب الاي مين ب 3 امبير؟ يعني الكهرباء اللي ماشيه هنا بكام؟ 3 امبير. صح ولا غلط؟ اه. خليك رايق. هو ال 3 امبير هتمشي من هنا تخش هنا. مش انا لو معايا كل الاراضي بكام وضربتهم في الاي دي مش دول كلهم قفلتهم حاجه واحده اللي هي ب 2.5؟ اه. ضربت فيهم الاي مين جبت الفولت بتاعهم كلهم بس كده. اه بامان. هو يعني في اي بي هو اي توتال في ار بتاعتهم كلهم ار البارل. اه اللي هي كام؟ 3 تايمز 2.5 تطلع عامل اجابه بكام؟ 7.5 في. وصلت؟ في طريقه تاني؟ اه بامان. يبقى مستر انا بخاف من دي وحاسس ان انا هتلخبط وكده. مش انت يا مستر لسه مطلع لي ان الكهرباء ب 3 امبير؟ اه. بص بقى البطاريه اتفق ان هي متفق مع بعض ان هي دايما دي الاب اللي بيوزع الفلوس على السيركت. طيب ولو في ار انترنال يعني بسيب جزء لنفسي، مفيش ار انترنال مش بسيبه بطلع كله. صح؟ طيب مستر البطاريه كلها بكام؟ 15. جميل. عندك كام عيل؟ والله الراجل ده ودول مع بعض، ما دايما البرل يعتبروا حاجه واحده. عشان في الفولت الفي كونستنت، صح؟ اه يعني قصدك تقول ال 15 دي هتتقسم على الراجل ده ودول كده على بعض؟ ايوه. صح ولا غلط؟ اه. طب ما انا مستر لو انا مثلا اب وعندي عيلين وانا معايا 10 جنيه، اديت لواحد 4، الثاني ياخد كام؟ 6. منطقية ولا لا؟ صح؟ اه يعني انا لو عرفت الراجل ده خد كام يبقى الباقيين دول هياخدوا الباقي. عشان هما برر. صح ولا غلط؟ طيب عايز اعرف الراجل ده ياخد كام؟ هقول له الاي في الار على طول عشان ده سيريس سهل. 3 في 2.5 7.5. اه يعني لو ده لوحده خد 7.5 والراجل كله معاه 15 يبقى الباقيين هياخدوا كام؟ 15 ماينس 7.5 تطلع عامل اجابه بكام؟ 7.5 فولت. يا ابن اللذين بس كده؟ اه بقى انا بس كده. تعرف تحل عادي جدا. وصلت كده يا معلم؟ حد عنده اي مشكله في الفكره دي؟ وهكذا. فانت كده يا معلم بقى معاك الفكر اللي ازاي اصلا تحل بيه، تمام؟ طيب تعالى اخر سؤال وبعد كده نخش بس في حاجه صغيره جدا ونخلصنا هنا. بس سؤال بيقول لك ايه؟ معلش بس غير هنا كده في حاجه بسيطه. الاي 2 دي ب 1 امبير. يلا تعالى نحل مع بعض. السؤال بيقول لك ايه؟ عايز الريدنج بتاع الفولتميتر وعايز ار 2 بكام؟ اه فين ار 2؟ اهو عايز ار 2 بكام وعايز الريدنج بتاع الفولتميتر اللي فوق. ولا تزعل نفسك. مستر خليك رايق كده. المستر قال لنا ده جزء من سيركت شمشم عليا حاجتين جيب منه التالت. الحمد لله معايا مين؟ اي وار. اطلع اجري اجيب الفي. نص في 16 8 فولت. الحمد لله. صح؟ يا عم هو مش ده اللي طالبه. يا عم انت مالك؟ مش تفهم ما تقعدش توجع دماغك ما تدورش على المشكله؟ حلو. مستر مع استخدام السيريس والبارل لو فوق 8 فولت غصب عني وعنك اللي تحت 8 فولت بيكوز برل. مستر يبقى معايا فولت والاي تعرف تجيب الار ولا لا؟ يا ابن اللذين على طول. صح؟ يبقى على طول اقول له ار 2 بكام؟ 8 على 1 تطلع بكام؟ 8 اوم. شاطر يا مستر. خلاص. مستر نص زائد 1 يصبوا لي هنا كام؟ 1.5 امبير. خلاص عايز الفي. طب ما الفي ايكوال اي في الار. 1.5 تايمز 4 بكام يا معلم؟ 6 فولت. شكرا. يبقى دي 6 ودي كام؟ 8. خلصنا السؤال في ثانيه. تمام؟ اي حاجتين جيب الثالث مع استخدام السيريس والبرل.
وصلت كده؟ يبقى دي عن كل افكار الاومز لو اللي هو ازاي بخصم بجمع خليك بقى رايق، خليك فاهم اصلا يعني ايه سيركت، تمام؟ ولو انت فاهم هتلاقي اللي زي بعض بجمعهم، العكس بعض بقسمهم وهكذا. وصلت كده يا معلم؟ طيب اخر حاجه ناخدها النهارده وخلاص كده خلصنا بالظبط 5 دقايق، ايه هي يا معلم؟ لو عندي في فوق او يعني ايه اصلا يا مستر الار انترنال دي انا مش فاهمها، تعالى كده يا معلم اشرحها لك بسرعه وكده خلاص خلصنا. ايه بقى مستر؟ هو انا لو عندي بطاريه اهي، ركز بقى معايا الحته دي مهمه جدا، في بي اهو وعندها ار انترنال، حلو. طيب اولا كده ايه اللي بستخدمه؟ فرق بين ار ايكوفرنت وار وار توتال. مستر ار ايكوفرنت دي كل الارات، طب ار توتال كل الارات بتاعت الاجهزه زائد الار انترنال، يعني كمان بضيف عليه الار انترنال. طب ايه يا عم اللي بستخدمه؟ كل اللي بستخدمه حاجه واحده، لما بجيب الاي مين بقول اي كبيره ايكوال في كبيره على ار كبيره، يعني في بي على ار ايكوفرنت زائد كمان يا مستر ار سمول. بس ده يا عم كل اللي عايزه، حلو جدا. بعمل ايه؟ ده بس عشان اجيب الاي مين. طب ايه بقى درس النهارده؟ لا افرض بقى يا عمي جبت لك في فوق البتري، هيقرا ايه؟ او ايه اللي يعني ايه في فوق البتري؟ قانون بتاعه ايه؟ واحده واحده كده. حد يترجم لي كده معايا ترجمه حرفيه، يعني ايه فولت ميتر؟ فولت فولت، ميتر بقيس، ففولت ميتر بقيس الفولت، صح ولا غلط؟ جميل وزي الفل، حلو. طيب مستر بدل ما اقيس فولت واعمل ورغبط دماغي، تعال اول نشتغل على سكيل صغير اللي هو ايه حاجه ممكن احنا نبقى فاهمينها. البنوك، البنك في اخر اليوم بيحصل له ايه؟ تمام، في واحد غبي برضه في درس قال لي بيقفل وفي واحد تاني قال لي بيحصل له ايه؟ هو اللي بيعمل ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها جرد، تمام. طيب في الجرد ده بقى والله انا اللي غبي، ما تنفع برضه بتقفل، صح؟ ما علينا، معلش، هو قصدي ان في اخر اليوم البنك بيحصل له جرد، صح ولا غلط؟ صح، جميل. طيب فبعد كده ايه بقى معلم اللي بيحصل؟ طيب البنك بيشوف دخل كام وخرج كام وبيشوف ايه اللي حصل، صح؟ ماشي. فكك دي برضه هتتلخبط بالارقام يا عم، تعالى على السكيل بتاعنا. تخيل انا الوحيد العميل اللي في البنك، حلو. طيب اول اليوم دخلت 5 جنيه، تاني يوم دخلت 10 جنيه، في نفس اليوم دخلت 10 جنيه، الراجل اخر يوم في البنك هيلاقي كام اللي دخل؟ 15، جدع، 5 بلس 10، صح كده ولا لا؟ جميل. طيب افرض برضو يوم تاني بحساب جديد، ما تحسبش على اللي انا لسه حاسبه ده، حاجه جديده، كنت انا برضو نفس العميل الوحيد سحبت 5 جنيه، بعد كده رحت سحبت 10 جنيه، يبقى انا سحبت كام؟ 15 بلس ولا ماينس؟ بتقول ماينس، غلط، بلس برضو، عشان نفس الايه؟ نفس البروسيس، لو عملت ايداع وايداع بيبقى بلس، سحب وسحب بيبقى بلس. طيب فكك من اليوم ده كمان، يوم ثالث دخلت 20 جنيه وسحبت 3 جنيه. البنك بقى فيه كام؟ 17، صح ولا غلط؟ عملت ايه يا معلم؟ بلس ولا ماينس؟ ماينس، ايه اللي حصل؟ والله اصلا عملت ايداع وعملت سحب، فالايداع ماينس مين؟ ماينس السحب، صح كده ولا غلط؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل، يعني من الاخر يا مستر لو نفس البروسيس بلس عكس البروسيس ماينس. تعالى نشوف هنا بقى يا معلم ايه اللي بيحصل. فولت ميتر ده راجل بيقيس مين؟ راجل بيقيس الفولت. اه يعني يا مستر لو الفولت نفس البروسيس بلس عكس بعض ماينس. طب هنا بقى هو الفي فوق البتري، الفي بي بيعمل ايه؟ بيدي فولت ولا بياكل فولت؟ جدع، بيدي، البطاريه بتدي فولت. ده دي اصلا مسؤوله انها بتدي الفولت لمين؟ للسيركت. طب الار انترنال بيدي ولا بياكل فولت؟ بياكل يا ابن اللذينه. يعني قصدك تقول لي لو باجي احسب الفي فوق البتري هقول له 2 بروسيس زي بعض عكس بعض، بقى انا مستر عكس بعض، يعني في جين ماينس ماينس في لوست، اه اللي بيدي فولت ماينس اللي بياكل فولت، صح؟ اهو هنا مين اللي بيدي فولت؟ الفي بي، جامد، يبقى الفي ايكوال في بي ماينس اهو، هو مين اللي كان الفولت؟ مش الار انترنال؟ اه ينفع بقول ار اياك، هو ينفع اقول طماطم ايكوال بطيخ ولا طماطم ايكوال طماطم؟ لازم الاثنين يكونوا ايكوال بعض. فلو عايز اقول في يبقى ايكوال في، يبقى ايكوال اي في مين؟ اي في الار، يبقى تطلع يا عم القانون في ايكوال في بي ماينس مين؟ ماينس اي في الار، وهو ده قانون الفي فوق مين؟ هو ده معلم في فوق البتري. طب ده يا مستر بيطلع ايه؟ ده من الاخر بيقول لك اللي طلع صافي للسيركت. اللي طلع مين؟ طلع صافي للسيركت، يعني لو انا اب فرق بين لو انا اب جايب مواصلات وجايب تاكسي وعايز اوزع فلوسي على العيال. طب تخيل كده لو انا جاي بالعربيه بتاعتي، تمام؟ قصدي بمواصلات وبعربيه. حلو، ومعايا 90 جنيه وعندي 3 عيال. حلو، طب خلاص انا هنا هروح بمواصلات ولا اروح بالعربيه بتاعتي؟ هروح بالعربيه. فايه اللي حصل؟ اه يا عم انا معايا 90 جنيه ومعايا 3 عيال، خد يا عم 30 30 30 لو هم قد بعض طبعا. اتفقنا؟ زي الفل.
حلو. طب افرض نفس اليوم او يوم تاني ونفس 90 جنيه بس انا مروح مواصلات ومعايا 90 جنيه، هل منطقي ان انا اطلع لهم 90 ولا هاخد مثلا 5 جنيه او 10 جنيه واطلع لهم 80؟ هطلع 80. فالفيفو الباتري من الاخر بيقول لي بطلع مين؟ من الاخر بيقول لي كام اللي خرج صافي؟ كام اللي خرج مين؟ كام اللي خرج صافي للسيركت؟ فاهم كده؟ اه يعني انا مستر من الاخر لو عرفت كام اللي طلع صافي يبقى هو ده الفي. مستر مش فاهم متلخبط. تعالى يا عم اوريك سيركت زي دي كده اهي، بطاريه 10 فولت ار انترنال ب 1 اوم في ار 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 اهي 2 اوم 1.5 اوم نص اوم. حلو كده؟ يلا قلت لك في فوق البطاري وقول لي الفي دي بكام. طيب اقول لك بس الفي ايكوال مغفل ما نسيتش، نسيت الستبس. ايه عامل الستبس؟ اه بقى مستر سيركت كامله. اول حاجه كذا ار ايكويفالنت 2 1.5 ونص يبقى الار ايكويفالنت بكام؟ 4 اوم. تاني حاجه الاي مين، اه بس خلي بالك يا مستر المره دي في ار انترنال في بي اللي هي 10 على ار ايكويفالنت اللي هي 4 زائد 1 تطلع بكام؟ 2 امبير. حلو. عايز بقى يا عم تجيب في فوق البطاري، يلا نجيبها. في ايكوال في بي ماينس اي في مين؟ اي في الار اللي هو 10 ماينس 2 في 1 تطلع بكام؟ 8 فولت. اه يعني قصدك يا مستر تقول لي ال 10 فولت اللي معايا دي هطلعهم كلهم ولا اطلع كام صافي منهم؟ 8. واحد يقول لي يا عم مش مصدقك. يا عم يلا تعالى اقنعك. مش الاي مين ب 2 امبير؟ يعني اللي طلع من هنا كام؟ 2 امبير، صح؟ تيجي نحسب الفولت بتاع دي، الراجل الاولاني خد كام؟ 2 في 2 4 فولت. طب الثاني 2 في 1.5 بكام؟ 3 فولت. الثالث 2 في 2 ب 4 و2 في نص ب 3. طب 2 في 2 في 1.5 ب 3. طب 2 في نص ب 1 فولت، صح؟ مش دول كده اهو، ما انا حسبت اي في الار. تيجي نحسب يا معلم، يلا 4 و3 7 و1 8. يا ابن اللذينة صايع فعلا، يبقى انا معايا 8 جنيه اللي طلع 8 جنيه. فدايما فرق الفي فوق البطاري، يعني انا طلعت لك كام صافي للسيركت. يعني ماما لو عملت 5 اطباق اكل، هل من منطقي ان انا اطلع لي 5 ولا هتطلع 4 وتاكل هي 1؟ هتطلع 4 وتاكل 1، ده نفس النظام. البطاري بتقعد تزق الكهرباء، طب ما انا عشان ازق الكهرباء محتاج اكل، محتاج انرجي، هاخده منين؟ من الكهرباء اللي انا بزقها دي. وصلت؟ طيب بعد كده يا معلم في ايه؟ تمام؟ في حاجه ثانيه صغيره، يقول لك يا مستر هو امتى الفي ايكوال في بي؟ يلا واحده واحده. مستر مش قانون في ايكوال في بي ماينس اي في الار؟ اه. وانت عايز تقول لي الفي ايكوال امتى في بي؟ اه. والله الفي ايكوال في بي لما دول بيكونوا بكام؟ بزيرو. وخلي بالك ما تقوليش بس ار بزيرو، والله يا اما لو عندي في الماس اكس واي ايكوال زيرو، والله يا اما اكس هو اللي بزيرو واي برقم، يا اما واي هو اللي بزيرو والاكس برقم، صح؟ اه. يعني الفي ايكوال في بي في حالتين، والله يا مستر يا اما الار هو اللي بزيرو يا اما اي هو اللي بزيرو. يعني يا مستر اي هو اللي بزيرو؟ يعني سيركت از اوبن. يعني سيركت از ايه؟ اوبن. مش فاهم. يعني انا مستر لو عندي بطاريه 10 فولت ار انترنال ب 1 اوم اهو، في ار اهو، حلو، وعندي هنا 2 وعندي هنا كده ار اهو، يلا 2 اوم و2 اوم، وعندي في فوق البطاري، وقلت لك يلا عايز الفي فوق البطاري كام؟ مستر اتقل كده، دي سيركت مالها؟ اوبن. ولو سيركت اوبن يعني الاي بكام؟ بزيرو. فيلا في ايكوال في بي ماينس اي في الار، ما لو اي بزيرو يبقى على طول ممكن اقول الفي ايكوال كام؟ 10 فولت. واحد يقول يا مستر ازاي الفي، ازاي سيركت مفتوحه والكهرباء بتمشي؟ اهو يا عم الكهرباء ماشيه هنا، لا كام طريق؟ طريق اللي تحت مفتوح، غرف ده وطريق فوق. ايه ده يا ابن اللذينه؟ يبقى يمشي في اللي فوق ولا لا؟ هيمشي في اللي فوق يقرا عادي. وصلت؟ طيب في سؤال تاني. ايه يا معلم؟ يجي دايما سؤال تشوز، تمام؟ يقول لك ايه؟ ذا ريشيو بتوين بوتنشال ديفرنس بتوين تيرمينالز اوف باتري، يعني الفي فوق الباتري اللي هو الفي اهو، تو اي ام اف في بي نقط 1 اكبر من اصغر من ايكوال 1. حلو. يلا وقف الفيديو فكر. طيب سامع واحد دلوقتي بيفكر بيقول لي على حسب، على حسب السيركت فيه ار انترنال ولا لا. هو الطبيعي ان الماما لما بتيجي تعمل اكل هتاكل منه ولا لا؟ طبيعي هتاكل منه. يعني طبيعي البطاريه لما تيجي تزق الكهرباء هتاكل ولا لا؟ اكيد هتاكل. فطبيعي ان انا اعتمد ان البطاري ليها ار انترنال ولا لا؟ اكيد ليها ار انترنال، صح؟ طيب ومستر هو الصف اللي بيخرج قد اللي خرج ولا اقل؟ اكيد اقل. هو انا لو معايا 10 جنيه وراجع مواصلات هطلع على 10 ولا هطلع 8 واسيب 2؟ اه صح ولا غلط؟ طيب فوقك من دي مستر، انا ما بحبش بالامثال، اعمل لي ارقام. مش في ايكوال في بي ماينس اي في الار، يعني لسه الفي بي هيتاكل من الاي في الار اوفر في بي؟ لا يا عم دي تبقى اصغر من مين؟ اصغر من 1. وصلت كده؟ طيب اخر حاجه نبقى خلصنا، تمام؟ وطبعا ده الهوم ورك اهو للاسف، واللي مش عاجبه يروح يشتكيني.
من بيج 39 ل 47 ومن بيج 52 ل 75. هوم ورك النهارده كبير جدا جدا جدا، معلش ده فيها كل افكار السيركت، تمام؟ حاول كده تقسمه على كذا يوم عشان تلحق تخلصه. طيب اخر حاجه يا معلم ايه هو؟ طب مستر لو عندي جراف بين الفي والاي شكله بيبقى عامل ازاي؟ طبعا يا مستر دايركت ما عدا في الحاله دي. ليه؟ هو مش يا مستر في ايكوال في بي ماينس اي في الار صح؟ اه. وفاكر هنا اي حاجه فيها ماينس، اي حاجه بتزيد بعد الماينس تعمل ايه في اللي بره؟ اه يا مستر بتقلله. طب هنا بقى يا عمي الجراف دايركت ولا انفرس؟ انفرس. موجه ولا خط؟ ارجع لاول حصه خالص قلت لك الفرق بين الجرافات، لو دايركت كده، لو انفرس عندنا حاجتين، لو بالديفايدد موجه، لو بالماينس يبقى مين؟ خط. طيب كل اللي عايز اعرفه في الجراف ده حاجه واحده، النقطه دي بكام والاسلوب بكام؟ تمام؟ النقطه دي بكام والاسلوب ده ايه؟ بكام؟ دايما يا عم النقطه دي اسمها في بي. ليه؟ اهو مستر مش دايما الجراف لازم يكون ساتيسفايز ايكويشن؟ اه. طيب هو هنا في النقطه دي مش الاي يا مستر بزيرو؟ ولو الاي بزيرو غصب عني لازم الفي يكون ايكوال مين؟ لازم يكون الفي ايكوال في بي. يعني قصدك تقول لي دائما لما بلاقي الجراف اقول النقطه دي اسمها مين؟ دايما يا معلم النقطه دي اسمها في بي، صح؟ جميل جدا. طب تاني حاجه السلوب مستر، مش السلوب دايما الواي على الاكس؟ بس خلي بالك بقى لما بلاقي اكتر من حاجه في الواي دايما بقول اللي فوق ماينس اللي تحت. اه يعني هنا قصدك تقول لي الفي ماينس مين؟ ماينس في بي. دي دايما قاعده، لما بلاقي حاجتين فوق بعض بلاقي اللي فوق ماينس اللي تحت. اوفر مين؟ اوفر الاي. وصل كده اوفر مين؟ اوفر الاي. بعد كده اوصل الشكل ده للشكل ده، والله يا عمي لو وديت الفي بي بالماينس وقسمت على الاي بقى مين؟ نيجاتيف ار. ايه ده؟ يعني قصدك يا مستر لو جبت السلوب كاني جبت نيجاتيف ار؟ اه. بس اقول لك حاجه خليك رايق كده مستر، ازاي اصلا ار بالنيجاتيف؟ هي مش بالنيجاتيف يا حبيبي، هو السلوب بالنيجاتيف عشان السلوب بيقل، فيبقى نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف ار، يبقى يعتبر من الاخر ار بكام؟ ب 2. مش فاهم. بص السؤال ده وكده بخلصت خلاص اهو، حاجه عامله كده مثلا 5 10 15 20 25 30 اهو كده وخلاص خلصنا 1 2 3 4 5 6. واقول لك حاجه عشان تنجز، نقطه فوق السور دايما يا معلم لو عايز تجيب الاسلوب تعمل ايه؟ طول النقطه دي على النقطه دي، هو ده الاسلوب. اتفقنا؟ النقطه دي على النقطه مين؟ دي. مش فاهم يعني من الاخر كده نبقى خلصنا اهو. السؤال بيقول لك فايند الفي بي اند الار. مستر ما تفكرش، مش ده جراف بين الفي والاي؟ اطلع اجري اقول النقطه دي اسمها مين؟ في بي. ايه ده؟ يعني على طول في بي بكام؟ 25 فولت. شكرا خلصنا. طب والار بكام؟ دايما النقطه دي على النقطه دي. ايه ده يا راجل؟ يعني الار بكام؟ 25 على 5 ايكوال كام؟ 5 اوم. شكرا خلصنا. خلصنا كده يا معلم. ايه ده؟ يعني من الاخر كده انت خدت كل افكار الفي في والبتري. لو قال لك الريشيو بين الفي والفي بي دايما اقل من 1. الجراف مستر ما كملش، النقطه دي اسمها في بي وده على ده دايما بار. انا كده بخلص لك كل افكار الشابتر في الحته دي. تمام؟ لو جاب لك جراف انت فهمت، لو قال لك الفي في والبتري فهمت. تمام كده يا معلم؟ انت كده خدت كل حاجه النهارده عن اومز لو، خدت كل الافكار المسائل، خدت ازاي بتفكر فيها. بعد اذنك دايما رتب دماغك صح، شوف دي بتتحل ازاي، دي بتفكر فيها ازاي. طبيعي جدا ان انت تغلط، طبيعي جدا ان انت بتحل تنسى تتلخبط تعمل، وانا دايما بقول لك طريقه واثنين وثلاثه، ودايما بقول لك ازاي حتى تعمل تشيك على اللي انت بتعمله ده. اه والله لو دي اعملها ازاي، لو دي باظت من هنا طب في طريقه ثاني، في طريقه ثالثه. تمام كده يا معلم؟ ربنا معاك. اوعى تنسى الهوم ورك، الهوم ورك كتير قوي المره دي، من 39 لحد 47 ومن صفحه 52 لحد كام؟ 75. دي هتلاقي كل الاشكال المسائل، اشكال والوان وكل ده معانا. تقعد تحل وربنا معاك. تمام؟ نتقابل في الحصه الجايه.